يومك يا أهلي يوم غير عادي ويوم تاريخي. صباح الفل عليكم كل متابعينا ومشاهدي قناة النادي الأهلي، ويوم خاص جدا، يوم الجمعية العمومية للنادي الأهلي، يوم لائحة النادي الأهلي، قانون النادي الأهلي. من يومه اتعود يكون الأول، من يومه اتعود يكون موجود في حتة لوحده. البداية 1907 بداية النادي الأهلي، قانونه كان 1908، أول لائحة للأندية، أول نادي يحط قانونه، مش النهاردة في 2018، لأ 1908 كانت بداية إن الأهلي يحط قانونه ويحط دستوره ويبدأ منفردا. راحت قوانين وراحت لوائح وجت لوائح، ومشي الأهلي مع كل منظومة دايما بأخلاقه وبمبادئه. الأهلي دايما بيكتب لنفسه كتابة خاصة جدا، وبيسطر تاريخه دايما بحروف من ذهب. في الآخر اللجنة الأولمبية قالت لكل الأندية كل واحد يصنع دستوره. النادي الأهلي اللي كان سابق زيه زي كل الأندية بدأ يصنع دستوره. مجالس حولت ومجالس إدارات خدت البداية، ولكن النهاردة يوم مختلف. النهاردة الأهلي يكتب التاريخ. بعد ما كان النادي الأهلي السباق ورقم واحد، بقى النادي الأهلي عنده لائحة اسمها اللائحة الاسترشادية، دي اللي بتطبق على الأندية في حال عدم وجود قانون ليك أو لائحة ليك. الكلام ده كله النهاردة موعد مع نهايته والعودة لدستور الأهلي. كان في مشروع لائحة اتحط فيه كل البنود، اتحطت في مشروع اللائحة، وانتوا أعضاء الجمعية العمومية اللي قلتوا كلمتكم، نعدل إيه ونرتب إيه. في الآخر خرج الشكل اللي انتوا عايزينه، والنهاردة هيخرج الشكل اللي النادي الأهلي عايزه، اللي الكيان كله عايزه، الشكل اللي يخلي النادي الأهلي يرجع لطريقه الأول في اللائحة والقانون. دستورك يا أهلي النهاردة، دستور الأهلي، والبداية هتبقى بعد ساعة من دلوقتي لما يدخل أعضاء الجمعية العمومية ويبدأوا يتكلموا ويصوتوا على اللائحة. كل الأعضاء الجمعية العمومية كتبوه وعدلوه في لائحة الأهلي. يوم مش عادي، يوم هيذكروا التاريخ للنادي الأهلي، يوم هيذكروا أبناء النادي الأهلي، يوم هتذكروا الجمعية العمومية للنادي الأهلي. النهاردة معانا يوم طويل جداً، سعداء اللي احنا موجودين معاكم من بداية اليوم. حاجة مهمة جدا كانت كل الناس يقول لك عايزين نروح على يوم على يومين، اللائحة الاسترشادية بتخلي لك الشغل كله والتصويت على يوم واحد، عشان كده احنا موجودين معاكم النهاردة عشان نكتب دستورنا، دستور الأهلي. سريعا نطلع لتقرير ونرجع نتكلم عن عائلة الأهلي. هو يوم غير عادي بالنسبة للنادي الأهلي بشكل عام وأعضاء الجمعية العمومية بشكل خاص، ولما لا؟ هو اليوم الذي سيشهد موافقة عائلة الأهلي على دستور الأهلي أو لائحة النظام الأساسي.
عندما نقول دستور الأهلي هي ليست مبالغة بل حقيقة، فلكل وطن دستوره الذي يحميه ويكفل حقوق أبنائه. النادي الأهلي هو وطن عشاقه وجمهوره وأعضاء جمعيته العمومية. لائحة النظام الأساسي تعد بمثابة الدستور الذي يحميهم ويضمن الحفاظ على هوية ومكانة الكيان العظيم. 12 أغسطس 2018 طرح مجلس إدارة النادي الأهلي أنموذجا مبدئي للائحة النظام الأساسي قابلة للتعديل، وذلك تحت إشراف اللجنة المركزية التي ترأسها محمود الخطيب رئيس النادي، وعضوية العمري فاروق نائب رئيس النادي، إبراهيم الكفراوي، طارق أنديل، محمد الجرحي أعضاء مجلس الإدارة، بجانب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ومحمد فتحي ممثل الشؤون القانونية، وخالد توحيد رئيس قناة النادي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، وشريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، محمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان الخدمية، وليد سليمان للمتابعة، ولمياء كامل. ولأن مجلس إدارة النادي يرغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني، فقد كلف الخطيب المستشار محمود فهمي برئاسة اللجنة، ومعه المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أسامة قنديل رئيس محكمة الاستئناف، المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل سابقا ورئيس محكمة الاستئناف، المستشار أحمد حسين مستشار مجلس الدولة للمراجعة اللغوية والقانونية، المستشار علاء قنديل ومحمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية بالنادي. منذ طرح النسخة الأولية للائحة وحتى يوم 9 سبتمبر الجاري، استمرت اللجنة المركزية في تلقي مقترحات الأعضاء طوال هذه الفترة من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تناسب وضع ومكانة النادي الأكبر في إفريقيا والوطن العربي. هذا بجانب مشاركة كبار الشخصيات في النادي، وكذلك الشخصيات الرياضية والفنية وجميع الطوائف في عائلة الأهلي، في ورش عمل متواصلة وعديدة بدأ بتلقي المقترحات. كان الهدف الأساسي يرجع من تلقي مقترحات الأعضاء هو رغبة مجلس الإدارة في مشاركة جميع أفراد الجمعية العمومية في إقرار دستورهم. كان هذا دافعا قويا لدى الجميع للإدلاء بمقترحاتهم التي تجاوزت 3000 مقترح، إيمانا منهم بدورهم في هذه المرحلة وفخرهم بالمشاركة ولو بفكرة في إنشاء لائحة النادي القانونية. جمع الأهلي كل الآراء، قام بتعديل الكثير من البنود وتغييرها بناء على رغبتهم، حتى وصل إلى الشكل النهائي للائحة التي ستعرض على الأعضاء اليوم للتصويت عليها. أخيرا ينتظر اليوم مجلس إدارة الأهلي توافد أعضاء الجمعية العمومية على النادي لتوجيه رسالة إلى الجميع بأن أعضاء النادي يملكون من الوعي ما يكفي لكتابة وإقرار لائحة النظام الأساسي، وبالتالي اكتمال النصاب القانوني والموافقة على اللائحة الجديدة التي تلغي العمل باللائحة الاسترشادية بمجرد إقرارها. اليوم عائلة الأهلي تكتب دستورها. يومك يا أهلي وتاريخ كبير جدا، تاريخ لائحة النادي الأهلي، والنهاردة اليوم إن الجمعية العمومية هتقرر دستورها، هتقرر لائحتها، هتقول شكرا للائحة الاسترشادية. أكيد في في شغل جوه النادي على أعلى مستوى الفترة اللي فاتت، مجلس الإدارة كله بيشرف عليه بشكل عام، كل شيء في النادي معمول حسابه للأعضاء علشان تكون الأمور ميسرة للأعضاء اللي هينزلوا. ما بعرفش أقول لعضو النادي الأهلي انزل، ما بعرفش أقول له يلا النادي بتاعك محتاجك، لأن دايما عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي هو عنده حسيته، هو موجود. لما تحس أو تعرف إن النهاردة لازم ينزل 12500 يقولوا أيوة
احنا موافقين على دستور الاهلي، موافقين على لائحتنا. ثقة كبيرة جدا عندي اننا نعمل ريكورد في الرقم. عندنا مش احنا اللي بنقول عايزين 12,500 ينزلوا علشان يصوتوا على لائحة الاهلي. اعضاء الاهلي قد المسؤولية في ظل نقاط الاستعلام اللي معمولة في النادي، الخيمة اللي معمولة على اعلى طراز بفتحات الطوارئ والنظام المعمول، واكيد عايز اروح للنادي واشوف ايه الاجواء والاجراءات سريعا كده قبل ما تبدا عمليه التصويت، واذهب الى مقر النادي الاهلي في الجزيره. ومعانا زميلنا شريف فؤاد وفايز مجدي. البدايه هتكون من شريف فؤاد. شريف شعبان معاه. شريف ليك زميلي العزيز كابتن إيهاب، تحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يومك يا أهلي، دستور النادي الأهلي النهاردة، تاريخ للنادي الأهلي، يوم جديد للنادي الأهلي، يوم مشرق للنادي الأهلي بإذن الله. تكتمل على خير في حضور عدد كبير، في حضور عدد غير مسبق. الأهلي النهاردة يخش بالتاريخ، يبقى فخور به أمام الأندية المصرية كلها. الأهلي يشارك جميع الفئات في هذه اللائحة، أعضاء والشخصيات العامة، مش متبقي غير العضو هو اللي المسؤولية عليه. لازم يقدم مثال اليوم للجميع أن النادي الأهلي غني بأعضائه، النادي الأهلي غني بأبنائه. النهاردة بإذن الله مستنيين يوم تاريخي، مستنيين رقم للأعضاء غير مسبوق في انتظار هذا العدد. خليني اقول لك كابتن إيهاب، الى الان يمكن الدخول كان سلس جدا، مفيش حد راكن خالص قدام باب النادي، يمكن حوالين النادي كله مفيش خالص الباركن في ثلاثة باركن، في باركن في الاوبرا شغال كان مفتوح، الباركن بتاع المحافظ وفري، باركن ميدان التحرير ايضا شغال وفري. هنا الاجواء كلها بتساعد على النجاح. النادي لسه هادي طبعا، الساعة لسه 8 الصبح، هنبدا الساعة 9، اليوم هيخلص الساعة 7. في حالة اكتمال النصاب بإذن الله 12,500 هيبدأ فرز الأصوات اللي بيقولوا آه أو لا. يمكن دي كانت أبرز الأجواء إلى الآن كابتن إيهاب. والآن نتعرف على المزيد عن الخيمة مع زميلي فايز. اتفضل يا فايز. شكرا ليك زميلي شريف. وفي البداية بحب أرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، هنا من الأهلي بفرع الجزيرة بننقل لكم فعاليات التصويت على اللائحة الجديدة بالنادي الأهلي، بداية من الساعة 7، وفي تزايد من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي حريصين لأن هم يكونوا متواجدين داخل النادي الأهلي عشان يشاركوا في الحدث العظيم اليوم، يوم الجمعة، يوم 28 سبتمبر، هو تصويت على اللائحة. الأجواء كلها بتساعد أن الأعضاء كلهم لازم ينزلوا اليوم دون. في عندنا ثلاث جراشات برة، أن هم جراش الأوبرا وجراش الكورنيش وجراش عند المعلمين، الكل بيساعد ان هو يجي، ما حدش يقلق من الزحمه. طبعا الناس كلها بتبقى عامله حسابها ان اليوم دون يوم جمعه ويوم اجازه، ان النادي الاهلي والنادي الجزيره بالاخص ان بيبقى فيه زحمه هناك. لا، ما فيش اي زحمه، وحتى الامن بيساعد على حاجه زي كده. بدايه من دخول النادي وهو محط لك اسهم حتى على الارضيه، بيوجهك للخيمه وبيوجهك للمكان اللي انت هتصوت فيه. اكشاك اللي بتعرف لجنتك متواجده في كل مكان داخل النادي، وبالفعل في تزايد ملحوظ، يعني من الساعه 7 الاعضاء حريصين على التواجد داخل النادي الاهلي. يعني في زحمه، في فعاليات، يوم تاريخي للنادي الاهلي، كتابه دستور جديد للنادي الاهلي، الكل عايز يشارك في هذا اليوم العظيم. ان شاء الله هيكون في تزايد، واحنا معاكم اول باول ان شاء الله ننقل لكم فعاليات واحداث تصويت الجمعيه العموميه. ومعك الكلمه زميلي إيهاب. شكرا زملائي شريف شعبان وفايز مجدي. استعدادات على قدم وساق، وشفنا مجلس اداره النادي الاهلي مع المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، وكل شيء معمول حسابه لراحه اعضاء النادي الاهلي. اليوم من اوله حلو، اليوم من اوله جميل، ان شاء الله يوم يبقى يوم رائع جدا، يوم للتاريخ. كل الامور ادينا شايفين طبعا
التصوير من داخل المقر طبعا. ده التفقد بقى اول امس بقى الكابتن محمود الخطيب وهو بيتفقد الخيمه مع الاستاذ طارق قنديل والعميد محمد مرجان وسياده الوزير العمد فاروق ونائب مجلس الاداره. طبعا كل حاجه واضحه قدامكم، كل حاجه بتتعمل بشفافيه كبيره زي ما اللائحه طرحت وزي ما اكتر من 3000 بند واقتراح اتقدموا وكله تعدل. النهارده انت نازل على لائحتك، لائحتك انت اللي كاتبها، لائحتك انت اللي عدلت فيها، لائحتك انت اللي قلت ايه تعمل فيها. اكيد كل دي تعليمات شايفينها من خلال تفقد طبعا مكان التصويت. ادينا شايفين طبعا كل دي تعليمات وتوجيهات وكل حاجه بالشكل المطلوب. قيمه كبيره جدا ويوم هيكون رائع جدا. ولما تشوفوا حضراتكم التجهيزات دي كلها معموله من بدري ومعموله للدخول والخروج، كمان الجراشات اللي موجوده حوالين النادي الاهلي هتبقى ميسره جدا للجميع مجانا، حجزها النادي الاهلي لاعضاء الكرام علشان يكونوا متواجدين في يوم انا بسميه يعني بسميه كده يوم خاص، يوم خاص علشان الاهلي دايما هو اللي بيكتب مصيره، هو اللي بيكتب لائحته، هو اللي بيكتب قانونه. مش عيب لما تمشي على اللائحه الاسترشاديه، لكن وقت الجد لما بيطلب من عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي انه ينزل بينزل وبيقول كلمته. التصويت على اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي المقرر انعقادها يوم 28/9/2018. التصويت على لائحة النظام الأساسي هو الحدث الأهم حاليا في تاريخ النادي لتحديد مصيره ومستقبله، وعشان هو ده القانون اللي هيلتزم بيه كل الأعضاء وكمان العاملين في النادي وأولهم الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. قررت الإدارة التنفيذية بتوجيه من مجلس الإدارة توفير كل التسهيلات لكل الأعضاء في كل مراحل عملية التصويت. وفرنا وسائل انتقال آمنة ورقية عشان توصل الأعضاء من كل فروع النادي إلى فرع الجزيرة، وبعد التصويت هترجعهم تاني إلى فروع النادي على مدار اليوم. وكمان خصصنا 4 جولف كارتس داخل النادي عند بوابات الدخول الثلاثة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في التحرك داخل النادي. ولتسهيل الحركة داخل النادي تم تحديد 3 خطوط سير للأعضاء من جميع البوابات إلى خيمة التصويت. وكمان وفرنا شباب من أعضاء النادي لمساعدة الأعضاء في أي استفسار، هيبقوا موجودين في كل مكان في النادي إلى جانب أكشاك اعرف لجنتك اللي هتكون موجودة عند البوابة الرئيسية والبوابة الشرقية للنادي. وكمان هيكونوا موجودين عشان يستقبلوا الأعضاء عند خيمة التصويت للرد على أي استفسارات تخص طريقة الوصول للجان وطريقة التصويت ورقم اللجنة المخصص لكل عضو الموضح في كارنيه العضوية. داخل الخيمة هيكون فيه لوحة استرشادية توضح أماكن اللجان وأرقامها عشان كل عضو يعرف مكان لجنته، مكان منصة القضاء اللي هيقوموا بالإشراف على عملية التصويت، المداخل والمخارج ومخرج الطوارئ لتسهيل الحركة داخل الخيمة أثناء عملية التصويت. أول ما العضو يدخل الخيمة بيسجل دخوله ويتجه للجنته وبيسلم مندوب الجهة الإدارية بطاقته الشخصية وكارنيه العضوية وبيستلم بطاقة التصويت عشان يقول فيها رأيه، وبعدها يروح للصندوق عشان يحط فيه بطاقة التصويت. وقبل ما يخرج من الخيمة هيستلم البطاقة الشخصية وكارنيه العضوية، وعشان نبقى عارفين الوصول إلى النصاب أو العدد القانوني لاعتماد الجمعية العمومية هو 12500 عضو، وعشان كده لازم كلنا نشارك عشان مصلحة نادينا. مؤسسة كبيرة ونظام محترم جدا، وزي ما انتم شايفين الاستعدادات والكلام على التواجد للإدلاء بالأصوات في لائحة وقانون النادي الأهلي. كل شيء معمول حسابه وكل شيء منظم، توفيق ربنا. وجودكم أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يكتب التاريخ، وجودكم النهاردة بالشكل الحضاري اللي دايما بيظهر فيه النادي الأهلي، وجودكم دايما لما يكون النادي الأهلي يطلب أعضاؤه، لأن كيان النادي الأهلي اللي زي ما قلت لكم كتب أول قانون في الرياضة المصرية بعد تأسيسه بعام واحد بس 1908 يبقى في 2018
قانونكم انتوا اللي حطيتوه ولايحه النادي الاهلي ولايحه اعضاء الجمعيه العموميه. من اي باب من بوابات اهلي الجزيره هنلاقي الجولف كار بتساعد كبار السن، يعني زي ما طبعا قلت في البدايه الاستاذ شريف فؤاد بذكر اسمه، عايز اقول ان كان طبعا يوميا هنا عندنا فقره خاصه جدا على لائحه النادي الاهلي تم فيها تناول كل الامور وكل المناقشات، وكل اطياف اعضاء الجمعيه العموميه كانوا موجودين علشان يقولوا ويكتبوا دستور الاهلي. النهارده يوم واحد من الايام الكبيره جدا، يوم تاريخي، يوم اللي النادي الاهلي فيه بيكتب لائحته. اكيد كل اعضاء الجمعيه العموميه عندهم شغف علشان ياكدوا على اللي كتبوه، علشان يدعموا اللي خططوا له وكانوا عايزينه وشافوا ان ده مستقبلهم، مستقبل اولادهم، مستقبل اعضاء الجمعيه العموميه. اللائحه الاسترشاديه اللي كانت بتعوق اعضاء الجمعيه العموميه عن حاجات كتيره جدا، وخليني اقول لكم انها بتغل يد مجلس الاداره في اتخاذ بعض القرارات او بعض الامور، لكن لائحتك اللي قعدت عليها وحصل عليها حراك مجتمعي رائع جدا ما بنشوفوش غير في المؤسسات الكبيره قوي، مش عايز اقول يعني بنشوفه في الانتخابات الكبيره جدا وعلى اعلى مستوى، لكن كان حوار راقي جدا بين اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، سواء كان في النقاش او في الاختلاف. مين قال لك ان كل البنود اللي كانت محطوطه كانت عاجبه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ لما يتقدم 3000 مقترح من كل الفئات، سيدات، رجال، شباب، الكل عايز يكون الامور ماشيه بالشكل المظبوط، الكل عايز يكون فيه الرغبه. ولو شايفين في الخلفيه ورايا الندوات ووجود اعضاء النادي الاهلي في حراك اجتماعي مميز جدا، كانت على الملأ وكانت على الهوا وكانت مباشره جدا، مباشره جدا. انت عضو النادي ما فيش بينك وبين مجلس الاداره الا صوتك وانت بتقول، ما فيش حاجز خالص، بشفافيه تامه مجلس الاداره قال دي المقترحات، وبشفافيه اكبر اعضاء الجمعيه العموميه ناقشوا المجلس في كل حاجه، ما هو ناديهم كل حاجه كبيره وصغيره. كابتن محمود الخطيب ومجلسه اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه لكل اعضاء النادي مره واثنين وثلاثه. كنت مشفق على مجلس الاداره من الاسبوعين اللي فاتوا والتجول بين الاعضاء ومناقشه هذه الكميه الكبيره من خلال لجنه اللائحه، ولما استعرضنا معاكم الاسماء وشفنا التقرير وشفنا القامات الكبيره اللي موجوده داخل النادي الاهلي، قامات العظيمه. دايما بنقول كلمه ان الاهلي غني باولاده في كل المجالات، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، حدث على الاسماء اللي قعدت وكتبت، حدث على الاعضاء الجمعيه العموميه اللي نزلوا وشافوا دورهم واهميتهم واتكلموا بشكل واضح جدا وناقشوا كل الامور، كل الامور. مفيش سؤال ما تمش الرد عليه، مفيش طلب او تعديل ما حصلش. لذلك لما تقعد مع الاعضاء، وانا واحد من اعضاء الجمعيه العموميه في البدايه بصراحه انا كأهاب ما كنتش متخيل ابدا ان يحصل كميه هذا الحراك الكبير جدا. يدل على ايه؟ على الوعي الكبير جدا للجمعيه العموميه، وعي كبير جدا للجمعيه العموميه النادي الاهلي. طب ده جديد على الجمعيه العموميه؟ ده عمره ما كان جديد على الجمعيه العموميه. عاوزين كلنا ننزل عشان مستقبل النادي الأهلي، عشان نحمي حقوقه ونحمي استثماراته، ننزل عشان حقوق أعضاء النادي الأهلي، ننزل عشان أولادنا وحق أجيال بعدينا جاية، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي. باختصار
يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله يوم حق النادي الأهلي علينا، ده يوم حق بقى النادي، إحنا كلنا لينا حق عند النادي ده، ليه حق علينا كلنا، كل النادي ده أفضله علينا جميعا، عشان كده ده يوم حق النادي الأهلي علينا. أتمنى إن كلنا نشارك في هذا اليوم، كلنا نعطي وندي حق النادي الأهلي علينا. لينا حق عند النادي الأهلي، لينا حق، قعدنا واتناقشنا وقررنا وقلنا هنعمل ايه. النادي الأهلي اللي حق علينا، لحق لتواجدنا، للتأكيد اللي اتكلمنا عليه. ليك حق لنفسك ولأولادك والمستقبل أولادك، ليك حق كبير جدا انك تأكد على اللي كتبته واللي عدلته، ليك حق انك دايما تقول ان النادي الأهلي لما بيطلب جمعيته العمومية تكون واقفة في ظهره بتكون موجودة، بتكون موجودة علشان تكتب دستورها، علشان تكتب تاريخها. طبعا دي دلوقتي ادي بداية استعداد التصويت، زي ما احنا شايفين مشهد من وجهة نظري مريح جدا، باينة جدا الانسيابية والوسع، وباينة جدا ان كل عضو زي ما كل اعضاء مجلس الادارة جت هنا وقالت دقايق، مش عايز اقول لك دقيقه واثنين وثلاثه يعني مش هتعدي، يعني التصويت طبعا هيبدا الساعه 9 للساعه 7. ليه من 9 ل 7؟ لان دي اللائحه الاسترشاديه اللي بتحكم النادي الاهلي. انت بتعمل لائحتك، هتحط التصويت على يوم على يومين، هتعمل اللي انت عايزه زي ما مكتوب في اللائحه، هتيجي بعد كده هتعدل تاني، هتعوز تدعو الجميع عموميه لو انت شايف ان في حاجه مش يعني عايز تعدلها هتعدلها، هتعمل اللي انت عايزه. لما كابتن الخطيب يقول انزل عشان ناديك، انزل عشان الكيان، الرسالة واضحة جدا ومباشرة جدا، لان اعضاء مجلس الادارة كانوا مباشرين جدا وقاعدين وجها لوجه دعما لدعم مع اعضاء الجمعية العمومية، سواء كانت في الزيارات داخل مقر الاهلي بالجزيرة او مدينة نصر او الشيخ زايد. ويا سلام واحنا بنتكلم كده في الاجواء دي، وتلاقي من ساعات توقيع استلام ارض المقر الرابع، انت شغال وبتكمل، بتبعد نفسك عن اي ضغوط مش موجوده، لان حتى لو ما فيش دستور موجود مكتوب او قانون للاهلي مكتوب، قانون الاهلي بيتوارث بين اعضاء مجلس ادارته من جيل بيسلم جيل. قانون الأهلي موجود مع جماهيره، قانون الأهلي موجود مع جمعيته العمومية. توقيع العقد والمقر الرابع في التوقيت ده، والتوقيت اللي كله كان بيشغل نفسه علشان يتكلم في أمور ما بيشغلش بيها أبدا نفسه النادي الأهلي. النادي الأهلي على تراك ماشي فيه، على تراك بقاله سنين طويلة جدا، التراك ده عمره ما اتغير، جيل بيسلم جيل، طوبة بتبني طوبة، مقر وفرع ومقر وفرع، ونادي الأهلي في الجزيرة عندنا بالمقر ده رابع مقر. مش عايز أقول ولا قارن الأهلي بأندية تانية، كل الأندية كبيرة وكل الأندية عظيمة وكل نادي بيعتز بنفسه وبيعتز بأعضاء جمعيته العمومية، لكن صدقوني لما أقول لكم إن النادي الأهلي جمعيته العمومية مختلفة تماما، إن النادي الأهلي مجلس إدارته مختلف تماما. أنت النهاردة ما بتخلقش لنفسك مشكلة وتفضل تجري وراها وتفضل تدور لها على حل، أنت النهاردة عندك فكر مرتب. فاكرين الأهلي ينتخب وفاكرين عائلة الأهلي؟ راجعوا معايا كده، ولو كنت ناسي فكروني. كل بند اتقال بيتنفذ واحدة واحدة، هيبقى اللي فاصل بينكم وبين عائلة الأهلي والأهلي ينتخب التوقيت الزمني، يعني كل مرحلة بيتقال بيحصل فيها ايه بيتحقق وبيتهالي أسرع جدا. البعض يقولك هو ليه مجلس إدارة النادي الأهلي
كان مستعجل على لائحته على قانونه. ما لسه بدري، مفيش حاجه اسمها لسه بدري، ناس شغاله، ناس بتشتغل، ناس عايزه تعمل استثمارات، ناس عايزه تعمل شغل قوي، ناس عايزه تحط بصمتها من خلال رؤيه الجمعيه العموميه. النهارده رؤيه الجمعيه العموميه اكتملت، النهارده الجمعيه العموميه هتبدا تقول وتتكلم هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بندعمه. بتدعم مين زي ما الكابتن الخطيب قال؟ بتدعم الكيان. النهارده يوم النادي الاهلي.
بيحاولوا يشغلوك، بيحاولوا يعطلوك، لكن انت مكمل هدفك. اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي اصطفوا زي ما احنا شايفين كده انتظارا لساعه البدء الساعه 9 صباحا بالظبط هيبدا الكلام وهيبدا التصويت على لائحه وقانون النادي الاهلي ممتده لغايه الساعه 7 مساء. عربيات الجولف كار هتكون موجوده على كل مداخل اهلي الجزيره. النهارده في استعداد كبيره جدا ونقاط استعلام موجوده في كل جزء في مدخل النادي الاهلي، وشباب النادي اللي هيقوموا بمساعده الاعضاء علشان الموضوع يمشي بيسر وبسهوله تامه بعيدا عن الزحام. زي ما احنا شايفين المشهد قدامنا، زي ما احنا شايفين اعضاء الجمعيه العموميه اللي توافدوا هم واقفين قدامنا مستنيين دورهم، مستنيين الخيمه تبدا وتفتح 9 بالظبط. طبعا نقاط الاستطلاع اللي موجوده داخل النادي وتجهيزات الخيمه على اعلى مستوى، سواء كانت من الحمايه المدنيه او وجود وسائل اسعاف لا قدر الله، كل حاجه معموله لخدمه وراحه اعضاء النادي الاهلي. وده الطبيعي، ده الطبيعي اللي يكون موجود، ده الطبيعي اللي يكون معمول. انا نفسي وانتوا كلكم وشفنا ازاي الانتخابات الاخيره ربما كان التنظيم فيها شويه يعني تعب بعض الاعضاء، وده كان محور كلام الكابتن الخطيب ومجلس الاداره، قالوا اهم حاجه التيسير على الاعضاء في التواجد. زي ما احنا شايفين من داخل الخيمه اهو، من الداخل الممرات الواسعه، التنظيم في وجود اللجان بمسافات كافيه، شباب النادي والمتطوعين اللي موجودين هيساعدوا كل الناس حوالين النادي بقى من بره، وانت جاي وهتركن سواء كان في الاوبرا او في الجراج اللي قدام النادي، كل ده مجانا لاعضاء النادي. ان شاء الله يكون بيسر كبير جدا. اعضاء النادي الاهلي اللي واضح جدا كده ان يعني ما تعبش نفسك وتراهن عليهم لانهم دايما بيكسبوا الرهان. ما تتعبش نفسك وتفضل تستنى موقفهم، هم فين؟ جايين؟ مش جايين، هم واقفين مستعدين، واقفين طابور قدام الخيمه. في التوقيت ده الكل على قدم وساق. مين هيدخل اول واحد يقول انا مؤيد لدستور وقانون النادي الاهلي؟ ادي طبعا العربيات والتسهيل للتسهيل على اعضاء الجولف كار اللي موجوده، 4 عربيات النهارده على كل مداخل اهلي الجزيره للتيسير على الاعضاء كبار السن. ان شاء الله النهارده يكون يوم مميز جدا. طبعا ان شاء الله النهارده يكون يوم للتاكيد على المناقشات والمداولات اللي عملها مجلس الاداره مع اعضاء الجمعيه العموميه، التاكيد على اللي انت طلبته، التاكيد على الامور اللي تعدلت لائحة النادي الأهلي وقانون النادي الأهلي. أعضاء الجمعية العمومية في انتظار، أنا هقول شرط البدء، شرط البداية، كتابة التاريخ، يوم تاريخي للنادي الأهلي 28/9/2018، كتابة تاريخ حديث للنادي الأهلي استكمالا لمسيرته الإدارية بداية من إنشاؤه 1907 وبداية قانونه الأول في 1908، ولوائح وقوانين الرياضية اتعدلت، وصلنا للجنة الأولمبية بتعمل لائحة استرشادية للأندية تسترشد بيها لحين أن كل نادي يبدأ يحط لائحته. لا يليق بالنادي الأهلي تماما أنه يعتمد على لائحة استرشادية، مع احترامي هي بتيسر الأعمال لكل الأندية، ولكن زي ما بقول لكم النادي الاهلي لطبيعه خاصه، لطبيعه في اعضاء الجمعيه العموميه، لطبيعه في حاله الحراك بين الاعضاء حتى في طلبات الاعضاء. عودنا دايما عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي انه يكون سباق ورقم واحد. انزل، شارك،
الأهلي ينتظرك. اليوم هو يومك عزيزي عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي. ناديك يناديك. حق الأهلي عليك حان تأديته. دين الأهلي الذي في رقبتنا جميعا حان وقت سداده. اليوم الجمعة لا وقت للتكاسل. هو يوم الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي، لائحة المستقبل. لا مجال للاعتماد على الآخرين. أنت وحدك بيدك لا بيد الآخرين سترسم مستقبل الأهلي. لهذا بات مطلوبا منك أن تنزل وتشارك في هذا اليوم التاريخي. بات مطلوبا منك أن تشارك في إقرار لائحة الأهلي للنظام الأساسي التي سيفتح باب التصويت عليها طوال اليوم الجمعة. من أجل النادي الأهلي كلنا لازم نشارك في اللائحة. ومن أجل الأهلي شارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في لائحة الأهلي. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. 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 من أجل الأهلي نشارك في اللائحة. الأهلي بكم كبير. لا يصح أن يحكم الكبير بلائحة غيره. لا يصح أن يطلبكم الأهلي ولا تقومون بتلبية طلبه. لازم تكونوا موجودين ولازم تيجي تقرروا فيها اللي انتوا عايزينه. كل الناس كانت بتشارك لأن ده عرس ما بيكررش كتير، وإحنا حريصين إن إحنا نطبق الديمقراطية في النادي الأهلي. احنا انزلوا وشاركوا، أنا أول واحد إن شاء الله هبقى موجود وراضيين كلهم، وأعضاء النادي الأهلي هيجوا بكثافة لأن إدارة النادي الأهلي زي ما إحنا شفنا وعرفنا إن عاملة تسهيلات كبيرة جدا للأعضاء. طبعا أنا بدعوهم إن هم ينزلوا طبعا كلهم، أنا عن نفسي إن شاء الله هشارك أنا وعيلتي كلها، وأتمنى إن شاء الله يكون أكبر عدد موجود إن شاء الله يوم الجمعة. كله ينزل ومحدش يكسل، وإن دي حاجة لينا قبل ما تبقى لأي حد، ودي حاجة هتفيد النادي وهتبقى حاجة مستقبل للنادي كويس، فكل الناس تنزل وتدي صوتها وتشارك يعني. رسالتي للأعضاء إن هم يحضروا طبعا عشان يثبتوا إن النادي الأهلي بجمعيته العمومية هي أقوى جمعية عمومية في مصر، تقدر تاخد قرارها بنفسها، محدش يقدر يفرض قراراته علينا. أقفوا ورا ناديكوا وان شاء الله رب العالمين تيجوا، اللي عايز يوافق اوكي، اللي عايز يرفض اوكي، بس لازم وجودك هو ده اهم حاجه تقدر تقول رايك بالنسبه للنادي او بالنسبه للائحه اللي معموله. الاهلي يريدكم اليوم في يوم اقرار دستوره. هذا الدستور لن يمر الا بحضورك عزيزي عاشق الاهلي واعضاء الاهلي. الدستور لن يمر الا باكتمال النصاب القانوني. الاهلي ينتظرك اليوم، هو واثق أنك لن تخذله. انزل شارك في إقرار لائحة الأهلي للنظام الأساسي. هي رسالة نقولها أن الناس لازم تنزل، ده كيان النادي الأهلي. انزل، احنا مش بنقول ارفض أو وافق، احنا لازم تشارك، ده الدستور بتاع النادي الأهلي، لازم تبقى موجود، لازم كلها تشارك لأنها بتخدم النادي وكل بنودك هايلة. كل الناس أعضاء الجمعية العمومية اللي ليهم حق التصويت لازم ينزلوا نبقى فاعلين. إن شاء الله يجوا يشاركوا وينوروا ويعمل عدد كبير إن شاء الله. رسالة، انزل وشارك في صنع دستور ناديك. احنا شايفين إن دوت حاجة كويسة للنادي ومشروع جديد لازم نمشي كلنا عليه. بنناشد الجمعية العمومية كلها بالمشاركة، إن احنا النادي الأهلي احنا الكيان الكبير وده دستورنا ولازم نشارك. الجمعية العمومية في اللائحة الجديدة هي صاحبة الكلمة العليا أو صاحبة الرأي. الجمعية العمومية ده لازم كل النادي الأهلي زي ما حصل في الانتخابات كله يكون موجود عشان اللائحة بتاعتنا تكون لائحة النادي الأهلي. اذهب إلى المقر في الجزيرة، ستجد كل التسهيلات حتى تقوم بالإدلاء بصوتك في دقائق معدودة في سهولة ويسر لتسدد دين الأهلي عليك. نصرة الأهلي حق علينا جميعا. الأهلي مستنيك.
الأهلي بيصنع مستقبله، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيكتبوا تاريخه من أجل النادي الأهلي ومن أجلك أنت، عشان خاطر حقوق النادي الأهلي وعشان خاطر حقوقك أنت عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي. الأهلي له حقوق عليك وأنت ليك حقوق على النادي الأهلي. الأهلي بيكتب تاريخه، الأهلي بيكتب قانونه، الأهلي في حالة حراك مجتمعي كبيرة جدا. قانون ودستور الأهلي. تعالوا بينا نروح لمقر النادي الأهلي في الجزيرة وزميلنا أحمد كوان. صباح الخير يا أحمد. صباح السعادة عليك يا أستاذ إيهاب، وصباح السعادة على كل متابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. يمكن أنت شايف معايا المشهد واضح، يمكن قبل بداية فتح باب التصويت على لائحة النظام الأساسي لدستور النادي الأهلي، توافد كبير جدا وعريض من أعضاء الجمعية العمومية من النادي الأهلي بكل ابتسامة بكل تفاؤل. كمان قبل المشهد اللي أنت شايفه ورايا يا أستاذ إيهاب، عاوز أتكلم معاك على التنظيم. إدارة التنظيم عالية جدا من حتى من كل الطرق، حتى من كل الأماكن اللي أنت بتعمل فيها باركينج العربية. بصراحة في يعني تنظيم رائع، صورة بهية شفناها كتير جدا عند النادي الأهلي، لكن النهاردة بيختلف كعادته عن غيره، بيقدم سهولة في تنقل كل الناس حتى الوصول إلى مقرات التصويت. يمكن أنت شايف معايا طابور طويل عريض، الناس كلها منتظرة مبتسمة مش متضايقة مش زعلانة. وهبدأ معاك يا أستاذ إيهاب ببعض اللقاءات، أخد ردود أفعال الناس. صباح الخير يا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا. صباح الخير على شاشة النادي الأهلي منورة. أكيد النهاردة في دوافع جاتك النهارده من اجل، هتحط صوتك النهارده من اجل الجمعيه العموميه، رايك ايه؟ طبعا الحمد لله. يعني انا لسه بقرا اللائحه دلوقتي، لان كان المفروض بس وزعوها مسبقا، فاحنا بنقراها دلوقتي. وطبعا معظم البنود احنا شفناها في التلفزيون، فان شاء الله موافقين على اللائحه باذن الله. بس عاوز اروح معاك للتنظيم، يعني شايفه عوامل التنظيم النهارده كانت مريحه جدا؟ لا مش مريحه. اولا المكان الباركينج بعيد قوي علينا، ثانيا برضو القضاء محدش جه لحد دلوقتي. يعني احنا واقفين بقالنا اكتر من ساعه الا ربع محدش جه، فاحنا كنا عايزينها اسرع شويه يعني. بالتاكيد، بس اكيد في امور يعني بتبقى تنظيميه اكتر، يمكن انت مش واخده بالك من التفاصيل بشكل كامل، لكن انت سعيده بالتواجد. اكيد اكيد طبعا، والا ما كنتش قمت من الصبح جيت يعني. اكيد بشكرك، ميرسي. مكملين معاك يا استاذ اياب. يمكن صباح الخير، ازي حضراتكم؟ كله كويس النهارده؟ انتم موجودين النهارده في النادي الاهلي؟ الحمد لله تمام. النهارده ايه رايك في اليوم؟ اليوم النهارده كل الناس مبتسمه، كل الناس سعيده قوي قوي، الناس دي كلها بتحب النادي الاهلي وعايزين يعني يبقى ليهم حق في تصويت في اي حاجه بتحصل في النادي. فطبعا الكل سعيد، وكله انت لسه هتشوف كمان لغايه اخر التصويت الدنيا هتبقى عامله ازاي. كنت متوقع التجمع الكبير ده؟ يعني شايف طابور كبير جدا. لسه ولسه ان شاء الله، ولسه يعني ده للصبح بدري، لسه لغايه اخر النهار ان شاء الله. دايما النادي الاهلي بيقدر في اي وقت بيقول كلمته في اي وقت. في اي وقت فعلا ان شاء الله. نعم اكيد طبعا، اول انا جايه ليه. اكيد. اشكرك. السلام عليكم، مساء الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. منوره شاشه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ميرسي. يعني شايف يعني وجود سيدات كثيره جدا من النادي الاهلي النهارده، كلكم جايين من بدري حاطين عينيكم على اللائحه، اهتمام كبير شايفاه النهارده. هو اهتمام، وعشان يوم اجازه وعايزين قبل الزحمه وكذا حاجه يعني. اكيد سعيده طبعا بالتواجد الكبير للعرض. اه سعيده بالاشتراك، وان الناس مهتمه والناس جت واقفين من بدري زي ما انت بتقول، وجايين عشان تحس ان يعني انا من اعضاء مدينه نصر، وفي حوارات ان لازم مدينه نصر يبقى فرع غير الاصل، فلا احنا عايزين، احنا بقالنا حاجه و20 سنه مشتركين بس كفايه. اشكرك. يمكن يعني دي ردود افعال كل الحاضرين والمتواجدين يا استاذ ايهاب منذ بدايه الصباح فتح بوابه النادي الاهلي، للاهتمام الكبير جدا اللي انت شايفه من كل الناس. يمكن لسه الناس بتتكلم على التنظيم، لا التنظيم موجود، يمكن في جوانب ثانيه مش مختلفه بعيد عن الناس. ابناء مديريه الشباب والرياضه المختصين واصحاب الجمعيه العموميه موجودين، كل الناس موجوده، لكن المساله بتاخد وقت، اكيد انت عندك خلفيه كبيره. يمكن دي اهم وابرز الاحداث الموجوده منذ بدايه الصباح. اليك الكلمه زميلي العزيز إيهاب الخطيب. شكرا زميلي أحمد كوان. طبعا بداية كده وأراء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أكيد الهيئة القضائية موجودة، ولكن لازم كل الأعضاء يعرفوا أن بداية التصويت هتبدأ بعد دقائق،
وبالتالي الطوابير اللي احنا شايفينها دي طوابير حرص اعضاء الجمعيه العموميه، لكن بعد دقائق اول ما البيبان تفتح الطوابير دي هتتلاشى خالص، لان كل واحد هيدخل على لجنته ويبدا اللي جاي يدخل في انسيابيه تامه وفي راحه تامه. الجراشات اللي موجوده حول النادي الاهلي هو جراش الاوبرا، واللي طبعا هيركن في جراش الاوبرا هيخش من الباب الموجود امامه، واللي هيركن في الجراش اللي موجود على النيل هيبقى هو عبور الشارع فقط، وللساده كبار السن الجولف كار هتكون موجوده، العربيه اللي بتساعد يعني اهالينا كبار السن هتكون موجوده على كل المداخل في مقر الجزيره، اربع عربيات. شايف في وعي كبير جدا، شايف في حماس، شايف سيده النادي الاهلي، سيده النادي الاهلي، امراه النادي الاهلي، انسه النادي الاهلي، سيدات النادي الاهلي، كل واقف مستني، كل بيتكلم بصراحه، كل واحد جاي يتكلم في نقطه عايز يحققها، كل واحد عارف انه هيحقق اللي هو عايزه من خلال اللي هو هيقوله، من خلال النقاش اللي دار، من خلال حرصهم انهم يكتبوا اللي هم عايزينه، من خلال التواجد اللي موجود من ساعات النهار. مش هنسأل الناس دي انت جاي منين وخدت طريق قد ايه وجاي من بيتكم من قد ايه، لا ده الناس صحية من بدري قوي، الناس جاهزة من بدري قوي، الناس جاية للنادي الاهلي من غير ما يطلب، لان اعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي عودونا دايما انهم عارفين هم بيعملوا ايه، انهم جايين. وانا بقول زي ما الكابتن محمود الخطيب قال، انزل قول اللي انت عايزه، انزل وشارك وصوت بالاسلوب اللي انت عايزه. 12500 النصاب القانوني لاعتماد الجمعيه العموميه وانهاء العمل باللائحه الاسترشاديه. بصراحه وهعيدها تاني، بصراحه وهعيدها تاني، مش النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي تحكمه اللائحة الاسترشادية، مش عشان اللائحة الاسترشادية مليانة عيوب أو مليانة أخطاء أو أو أو، لا، لأن مش النادي الأهلي اللي حط اللائحة الاسترشادية، لائحتك أنت، قانونك أنت، مستقبلك أنت، أمورك أنت، وأنت داخل أهو. والبداية أعضاء النادي الأهلي كل واحد داخل على لجنته، كل واحد داخل عايز يقول دستورنا، عايز يقول قانوننا، عايز يقول اللائحة الاسترشادية آخر موعد معاها النهاردة هيكون الساعة 7 بغلق باب التصويت وفقا للمتبع للائحة اللي احنا ماشيين عليها، هيبقى على يوم واحد من 9 صباحا ل 7 مساء. فتحت الخيمة أبوابها لأعضاء النادي الأهلي اللي بيتوافدوا على طبعا اللجان بتاعتهم علشان يصوتوا على اللائحة. الوعي مهم جدا، ودايما بقول ان الجمعية العمومية للنادي الاهلي هي الجمعية رقم واحد، الجمعية اللي ليها كلمة، الجمعية اللي دايما دايما بتعمل لمصلحة النادي الاهلي. يعني بسم الله ما شاء الله كده نقول صباح الفل على كل الناس اللي داخله، وداخله بانسيابيه تامه، مدخل كبير والاقبال محترم من اكتر من مدخل هيكون موجود، كل واحد من خلال نقاط الاستعلام داخل النادي عارف اللجنه بتاعته، وطبعا بعد ما رئيس اللجنه الانتخابيه اعلن فتح باب التصويت، فتح باب التصويت، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي داخلين يكتبوا التاريخ، داخلين يكتبوا دستورهم، داخلين يكتبوا قانونهم، داخلين يكتبوا بكرة، داخلين وشايفين المستقبل. شوف كل اللي داخلين مختلف الأعمار، يعني كل الناس دي اهي داخله، ولكن كن حريص ان اسمك النهارده يكون في سجل التاريخ، في السجل الذهبي، في قانون النادي الاهلي. زي ما انا عمال بحكي على اجيال فاتت،
كل جيل صنع وكتب بصمته، كل جيل قال وحط طوبة في أساس النادي الأهلي، كل جيل كتب مبدأ ومبادئ من مبادئ النادي الأهلي. كل جمعية عمومية وكل عضو في الجمعية العمومية كتب اللي هو عايزه، وداخل يأكد على اللي هو عايزه واللي هو كتبه واللي غيره واللي عدله واللي ناقشه واللي اقتنع بيه واللي ما اقتنعش بيه. هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول من دماغه، هو عايز يقول انا عدلت، هو عايز يقول ده دستوري. البداية الخيمة فتحت ابوابها، البداية بهذا الاقبال اللي احنا شايفينه في يوم تاريخي للنادي الاهلي، يوم كتابة دستور النادي الاهلي، يوم الحفاظ على حقوق النادي الاهلي، يوم ما بتكتب كل اللي انت عايزه، يوم ما بتقول ان انا جاي للكيان علشان اقول له مش ممكن حد يحط لك دستورك، مش ممكن حد يكتب لك قانونك. ايا كان ما بنقولش ان الحاجة الموجودة دي وحشة ولا كويسة، ولكن ما يمشيش على اعضاء النادي الاهلي غير اللي يكتبوا اعضاء النادي الاهلي، ما يمشيش على النادي الاهلي غير اللي اعضاء جمعيته عارفينه يتطابق مع كيان النادي الاهلي. تجهيزات كبيرة جدا في الدخول لمقر النادي الاهلي بالجزيرة، في تغطية خاصة جدا على قناة النادي الاهلي بدأت معاكم منذ ساعة تقريبا، خطة كبيرة حاططها الأستاذ خالد توحيد رئيس القناة، الأستاذ محمد القوصي اللي بيشرف على خطة النهاردة من خلال خطة بدأناها معاكم الساعة 8 صباحا ومكملين معاكم على مدار اليوم. هنعرف كل التفاصيل وهنعرف كل الجديد ودايما معاكم متواجدين في النادي، عندنا عدد كبير من زمايلنا موجودين في مقر النادي الأهلي، وكل كده شوية هنخش ونشوف الأجواء ونتعرف وهتقولوا اللي انتوا عايزينه بشفافية كبيرة جدا على شاشة قناة الأهلي. عشان كده هروح سريعا زميلي شريف شعبان. أنا مجددا كابتن إيهاب ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يومك يا أهلي، انزل شارك، اعمل تاريخ للنادي الاهلي. عاوزين نتباهى كلنا امام الانديه المصريه زي ما تباهينا باللائحه اللي كل شارك فيها لازم الاعضاء الدور عليهم دلوقتي ينزلوا ويشاركوا علشان نحقق رقم غير مسبوق في الانديه المصريه. خليني اقول لك زميلي ايهاب، من هنا لشباب اللي بيساعد الاعضاء في منتهى الروعه، شباب مجتهد، معي واحد منهم اسلام يوسف، اقول لك اهلا بيك على شاشه قناه الاهلي وتحياتي الكابتن ايهاب ليك. تحياتي للاستوديو وصباح الخير على اعضاء النادي. احنا حضراتكم شباب اعضاء عاملين جزء من عيله النادي الاهلي، متطوعين كامله ان احنا نيسر عمليه التصويت. متطوعين. قول لي بتعملوا ايه بالظبط بقى؟ العضو داخل من باب النادي بتعملوا ايه؟ احنا موجودين في كل مكان بحيث ان احنا نقدر نساعد العضو على الوصول للخيمه باسرع وقت، انه يدلي بصوته ويشرفنا ويخلص عمليه التصويت باسرع وقت ممكن. دورنا نساعد اي حد محتاج اي مساعده اللي يعرف لجنته ورقم اللجنه من الكارنيه التوجيه، كل حاجه يعني نقدر نساعده بيها. موجودين برضو في مدينه نصر، في هناك 50 باص بيعمل على نقل الاعضاء على مدار اليوم من 8 لغايه الساعه 5 ان شاء الله كل نص ساعه، والرجوع برضو كل نص ساعه حتى التاسعه باذن الله بالليل. الشباب برضو هناك اعضاء عاملين بالنادي جاهزين يساعدوكوا في اي وقت في اي حاجه نقدر نقدمها يعني. طيب الباص بيتحرك من مدينه نصر، وصل لحد دلوقتي حوالي باصين وفي ثلاثه في الطريق، الباص هيجي هينزل عضو هيخش، هتساعدوه تاخدوه تدخلوه لحد الخيمه يخلص ويطلع، عاوز يرجع بقى هيعمل ايه؟ هيتوجه للبوابه اللي نزل منها ناحيه جراج الاوبرا، هيلاقي الشباب موجود هناك بينظم عمليه الصعود للباص العوده لمدينه نصر بسلامه باذن الله. وبرده يعني احنا ان شاء الله مجرد من الدخول من اي بوابه في النادي حتى الوصول للجنه، حضرتك هتلاقي الشباب واقفين بالنيم تاج اللجنه المنظمه بيساعدوا العضو ان هو يوصل بمنتهى اليسر ان شاء الله عشان يخش ومن باب النادي لحد باب الخيمه ويطلع. في حوالي قد ايه؟
ان شاء الله 10 دقائق باذن الله بالكثير ان شاء الله. ده بالكثير جدا. ده احنا بنتمنى ان شاء الله وخطتنا اقل من كده 7 دقائق بالظبط، بس ان شاء الله 10 دقائق في خلال 10 دقائق. التوفيق وباذن الله يبقى يوم مشرف ليكم باذن الله. ومنتظرين اعضاء الجمعيه العموميه يشرفوا النادي ويساندوه وكلنا ننزل ان شاء الله، وهيبقى يوم نوعيتكم باذن الله يبقى سهل على كل الاعضاء. شكرا استاذ. شكرا شديد. خليني اقول لك يا كابتن ايهاب، يمكن الاهلي عمل الجديد، الاهلي النهارده عامل تاكس نيلي من النيل، عامل نقطه من المعادي لحد جاردن سيتي، ومن جاردن سيتي الى النادي عن طريق النيل، ده جديد. ويمكن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي قال صاحب الفكره هم الشباب امل النادي الاهلي، قائدات النادي الاهلي في المستقبل. يمكن انا شايف التواجد الحضوري بدا يزداد بكثافه، يمكن عدينا الألفين كده من وجهه نظر لحد دلوقتي، شايف الدخول ما شاء الله قوي جدا. الباصات بدات توصل فعلا من مية نصر، وصل اتوبيسين وفي ثلاثه في الطريق، حوالي 50 اتوبيس من مية نصر، من الشيخ زايد حوالي 15 اتوبيس. وبننبه على العضو ان الاتوبيس اللي هيجي من مية نصر او من الشيخ زايد هيرجع العضو تاني، يعني مش هيسيبه في الجزيره بس. كلام مهم. يتبقى الدور الاخير للاعضاء، انزل شارك، اصنع دستورك بنفسك. كابتن ايهاب، دي كانت اجواءنا داخل النادي الاهلي، ونعود ليك. اتفضل يا كابتن ايهاب. شكرا زميلي شريف شعبان، اجواء مبشره واجواء من شباب النادي الاهلي المتطوعين. طبعا شريف كان معاه اسلام يوسف، واحد من يعني المتطوعين في النادي الاهلي، واللي شرح يعني كيفيه الادلاء بالتصويت والتواجد. وكمان شريف شعبان قال لنا على التاكسي النهري. التاكسي النهري يعني كل المواصلات اللي تجيبك، سواء كنت هتيجي باوتوبيس من مقرات النادي الاهلي، هينزلك بيسر امام مقر النادي، وهترجع بنفس الباصات من المقر والى، ومن الى والى المقر كل نص ساعه بيتحرك باص. كمان اليسر ان شاء الله اللي هيكون موجود اكيد هيبقى فيه نقط فيها زحام، لان اكيد الاعداد اللي جايه اعداد كبيره جدا، اعداد عندها من الوعي انها تيجي علشان تبدا تشوف مستقبل النادي الاهلي. طبعا بعد الكلام الكتير جدا، وبعد المناقشات العديده جدا، وبعد هنا على قناه النادي الاهلي، لما تم استعراض اللائحه بوجود الاعضاء وبوجود اعضاء مجلس الاداره، اعضاء الجمعيه العموميه دلوقتي هم بداوا خلاص يكتبوا الدستور. بدات الحروف الاولى من قانون النادي الاهلي تتكتب في صناديق اللجان. بدا الكل يتحرك علشان يكتب قانونه. لما يكون عندك قانون او لائحتك الخاصه اللي تبدا تتحرك منها علشان حقوقك وحقوق ناديك، علشان مستقبل اولادك، لما تعوز في اي وقت تعدل او تطور، يبقى انت من خلال لائحتك تقدر تدعو لجمعيه عموميه وتعمل اللي انت عايزه للصالح العام. الوضع الحالي زي ما قلت لكم، اللائحه الاسترشاديه هي اللي بتحكم النادي الاهلي وأندية كتيرة جدا على مستوى مصر. عشان كده النصاب القانوني النهاردة بيطلب 12,500 بالموافقة على دستور ولايحة النادي الأهلي. الحدث ده لم قامات كبيرة جدا من القانونيين على مستوى مصر وأساتذتنا، وفعلا ناس مخلصين في حب النادي الأهلي، وخدوا من وقتهم وخدوا من جهدهم، كانوا بيقعدوا بال 15 ساعة في اليوم متواصل عشان يطلعوا هذه اللائحة، وكانوا بيتعاملوا معانا الحقيقة، يعني عايز أقول لك بغض النظر إن هم ناس سنا وإقاما وكل حاجة، إنما كانوا بيتعاملوا كواحد من أعضاء النادي الأهلي من دون أي نظر إلى الـ 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 الكيان أو لا خالص. ناس يعني الحقيقه احنا بنفتخر، انكار زاد، احنا بنفتخر ان احنا اتصورنا معاهم كمان النهارده. كان في حب، وتحس ان الموضوع ده معمول في اطار عائله الاهلي بكل حب. جميع اللجان
في النادي الأهلي اشتغلت عشان توصل للأعضاء وتجيب آرائهم وتعكس وجهة نظرهم. كانوا بيجوا مش بس في الندوات اللي أقيمت، لا ده كمان على مدى الأسبوع كامل كانوا بيروحوا للأعضاء. الناس اللي جات وقفت في البوث اللي اتعملت للأعضاء كانوا واقفين تطوعا وبدون أي مقابل، لمجرد ان هم بيحبوا النادي الأهلي وعايزين يوصلوا للجمعية العمومية للنادي الأهلي عشان ياخدوا رأيها. وطبعا على رأس الناس اللي بشكرها الجمعية العمومية نفسها، خلية نحل وخلية عمل اشتغلت على مدار فترة كبيرة. النهاردة بيتوج اليوم بتسليم اللائحة اللي ان شاء الله بقي دور. بقى الجمعية العمومية عملت دورين غير طبيعي الفترة اللي فاتت بحالة الحراك، بالتفاعل معانا في اقتراحاتهم اللي نتج عنها تغيير اكتر من 50 بند، مقترحات تجاوزت 3500 مقترح. تفاعل غير طبيعي حصل من جماعة عمومية يكتمل ان شاء الله باللي احنا واثقين منه، اللي هو في نضج ووعي الجمعية العمومية للنادي الاهلي انها تحرص ان يكون لها لائحتها اللي معبرة عنها اللي هي حطتها. اللائحة شارك فيها الجميع، كل الناس شاركت في اللائحة، كل الناس كانت حابة تشارك في اللائحة، خصوصا لما عرفت ان رأيها مؤثر وان كل اللي بيبعتوه بيتم تعديله وبيتم دراسته بشكل جيد. الحمد لله خرجنا بلائحة يعني عليها إجماع بشكل كبير. إن شاء الله عندنا يوم 28 نتمنى بقى يعني إن إحنا زي ما النادي الأهلي طول عمره رقم واحد، نتمنى إن إحنا يوميها نبقى رقم واحد. النادي الأهلي لا يليق بيه إن هو يستمر بلائحة استرشادية، عايزين يوميها نشوف عدد ضخم. أنا عندي ثقة غير طبيعية في أعضاء الجمعية العمومية وإن شاء الله نشوف يوم يعني حاشد. الحمد لله وصلنا النهاردة للصيغة النهائية للائحة بعد يمكن مجهود كبير شارك فيه الجميع، كان على رأسهم طبعا اللجنة يمكن اللي وضعت اللائحة من البداية، شكلنا مجلس الإدارة وكان فيها طبعا برئاسة المستشار محمود فهمي، وبعد كده توالت طبعا الاقتراحات والأفكار من جميع الأعضاء في النادي وورش عمل كتيرة جدا اللي اتعملت لأطياف مختلفة والفئات مختلفة، وشارك طبعا فيها كبار السادة المستشارين اللي يمكن النهاردة يعتبر أقل حاجة يعني يمكن كتكريم معنوي ناس اشتغلت بجهد وبتعب بدون أي مقابل وبدون ما تستنى أي حاجة، حبا في النادي الأهلي وحبا في عملها. الحمد لله في النهاية الصورة يعني الحمد لله مكتملة، ونتمنى إن شاء الله تكمل على خير يوم 28 بإذن الله. تكمل على خير إن شاء الله. وطبعا كلكم شاهدين على المجهود الكبير اللي قام بيه أعضاء الجمعية العمومية قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني دعوات مجلس إدارة النادي الأهلي وحديثهم وكلامهم لو ما كانتش ليها مردود وما كانش فيها يعني حراك مجتمعي وما كانش فيها مناقشات مع أعضاء النادي الأهلي اللي كانوا متواجدين دايما في الندوات وكانوا موجودين دايما للنقاش ولمناقشة اللائحة وتعديل البنود وتقديم مقترحات وصلت ل 3500 مقترح وتعديل مئات المقترحات. ما قابلتش حد في النادي الا لما قال لي اتصدق انا كان ليا تعديل ولقيته تعدل. ما هو لازم يتعدل، ما هي اللائحه دي معموله عشانك انت، ما هي اللائحه دي معموله عشان مستقبل ناديك، ما هي اللائحه دي معموله علشان تريحك انت، اللائحه دي معموله علشان تنفذ اللي انت عايزه اللي انت بتقول عليه. زي ما شفنا الاستاذ خالد الدرندلي والاستاذ ابراهيم الخفراوي والاستاذ طارق أنديل والأستاذ محمد الجرحي ومهندس محمد سراج أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وهم بيتكلموا، وكل رضا والشكر الأعضاء طبعا اللجنة اللي تعبوا وخدوا من وقتهم، وكل واحد جاي متطوع جاي بحب جاي بيتكلم وبيناقش وبيتواجد ومنفضي وقته علشان يحققوا حلم من الأحلام. خليكم دايما عارفين إن منظومة النادي الأهلي لما بتيجي كده تحطها تحت ضغط او تيجي كده تبص عليها، مش عايز افكركم بامبارح وعايز اقول لكم مبروك برباعيه النادي الاهلي على النجم اللبناني، لكن كلكم شفتوا الضغوط اللي قبلها بس شفتوا النتيجه عامله ازاي. هو ده اللي انا عايز اقوله بالظبط علشان اوصل فكرتي. اي ضغط بيتحط فيه النادي الاهلي بيفاجئك بنتيجه. النهارده هتيجي تقول لي ضغط اللائحه، انا بقول لك الساعه 7 انا هفاجئك بنتيجه، هفاجئك بسكور، هفاجئك بتحقيق الهدف بتاعك، تكوين لائحتك قانون النادي
الأهلي. أكيد المزيد من النادي والمزيد حول الحديث عن لائحة النادي الأهلي وقانون النادي الأهلي وتوافد الأعضاء من أهلي الجزيرة وزميلي أحمد كوان من جديد. أجدد لك التحية زميلي عزيز يا أبا الخطيب، مستمرين معك في تغطية كل تفاصيل وأحداث يوم النادي الأهلي في وجود دستوره على الحقيقة والواقع اللي احنا شايفينه يا أستاذ إياب، واقع مختلف. بشوف معك كل تفاصيل لحظة بلحظة، عدد كبير متفائل سعيد بالتواجد داخل النادي الأهلي، الناس مبسوطة، الناس سعيدة. يمكن معايا أحد أعضاء الجمعية العمومية، برحب بيك على شاشتك، شاشة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد عاوز، أنت قلت لي قبل ما أتكلم معاك إن أنا سعيد باليوم وسعيد بالتنظيم وسعيد بالتفاؤل اللي حتى كل الناس هم داخلين، يعني اوصف لي الحاله. انا النهارده يوم فارق ويوم تاريخي في النادي الاهلي، في تاريخ النادي الاهلي. انا من ساعه ما نزلت من بيتي، انا جاي من التجمع، من ساعه ما نزلت من بيتي وانا جاي هنا حاسس ان انا قلبي بيدق دقه جميله قوي كده، يعني حاسس ان انا هيبقى ليا حق في ان انا احط اساسيات هيتعامل عليها اولادي واولاد ولادي، حاجه مش موجوده، يعني فكر سابق لاوانه ولعهده. فانا فرحان جدا، فخور ان انا عضو من اعضاء النادي الاهلي، كيان كبير قوي 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 قوي، مهما حصل ومهما بنسمع من مهاترات وي احنا في كاتيجوري تاني خالص، واحنا في دنيا محترمه جدا 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 جدا. من اول ما دخلت بوابه النادي احكي لي. لقيت من ساعه ما قربت على التحرير ودخلت هنا الشارع بتاع النادي في نظام، دخلت عند الباب ركنت باحترام جدا، دخلت لقيت فيه اسهم موجوده على الارض، شباب جميل جدا، شباب واعد بيساعدنا، الناس دخلت باحترام جدا جدا جدا، اللجان وقفنا طابور، دخلت جوه ما كملتش بالظبط دقيقتين، كنت انا والمدام وخلصت. فانا فخور قوي ان انا في كيان زي النادي الاهلي. أكيد الجمع الكبير اللي انت شفته ده، اكيد كنت متوقع ان الحضور هيكون كبير بالعدد الكبير ده منذ الصباح، يعني ممكن الناس تتكاسل تقول لك اجي بعد الصلاه لان النهارده يوم اجازه، لكن شايف النهارده الناس جايه من الساعه 7. طبعا كلمه الكابتن محمود الخطيب لما قال انا مش بقول لك انزل علشان توافق، انزل علشان تشارك، دي بتختلف عن الانتخابات. الانتخابات انت جاي، انت مع، انت ضد، انت بتآزر، انت ضد حد، لكن كلنا النهارده جايين مش عشان نقول نوافق او نرفض، لا احنا جايين عشان احنا اللي بنعمل، بنظبط بيتنا بايدينا. فدي حاجه جميله جدا 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 جدا، بشكر كل القائمين اللي ساهموا في اللائحه بتاعتنا. وانا كمان بشكرك النهارده، شكرا. اكيد يمكن شفنا النهارده شيء مختلف يا استاذ ايهاب، زي ما قلت لحضرتك يمكن الناس بتاخد من كابتن الخطيب وبتتكلم بتقول انزل عشان تشارك مش شرط توافق، يمكن عدد كبير موجود وملحوظ، كاميرات النادي الاهلي موجوده في كل مكان بتغطي وبتشوف كل التفاصيل المهمه الخاصه بدستور النادي الاهلي. لك الكلمه زميلي العزيز ايهاب، ولك بكل جديد اول باول. شكرا زميلي احمد كوان، شكرا لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. احنا بنظبط بيتنا، هي دي الكلمه اللي اتقالت، احنا بنظبط بيتنا، احنا جايين عشان نشارك لان من حق النادي الاهلي علينا نشارك، ده كلام اعضاء الجمعيه العموميه. وهو على كرسي متحرك عضو من اعضاء النادي الاهلي، مفيش حاجه بتمنع عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي انه يكون موجود ايا كانت الظروف. وانا بقول لكم ان الساعات الجايه هتشوفوا مشاهد كبيره جدا، دي بقى المشاهد اللي بتكتب التاريخ، دي المشاهد اللي بتكتب التاريخ، كبار السن والشباب واعضاء النادي من كل الاطياف والسن. العضو قال لك انا دخلت وقفت في الطابور، ما كانتش الخيمه لسه فتحت، دلوقتي الخيمه طبعا فتحت من الساعه 9، انا وزوجتي خدنا دقيقتين بالظبط، اهو زي ما انتم شايفين عمليه التصويت ماشيه بهذا الشكل معاكم من كل لجان التصويت ومن موقع التصويت وكتابه التاريخ مستقبل الاهلي اللي بيكتبوا اعضاء جمعيته العموميه. لما العضو بيتكلم او لما انا هنا باجي اتكلم، وانا هتكلم بصفتي عضو في الجمعيه العموميه قبل ما اتكلم بصفتي على اني مذيع على شاشه قناه النادي الاهلي، وانا بفتخر بالاثنين. لما العضو بيتكلم وبيقول انا جاي علشان اظبط بيتي، جاي عشان اكتب تاريخي، جاي لاني مختلف، جاي لاني متعود على الاحترام، جاي لاني لازم اشارك، لازم انزل، لازم اكون متواجد، لازم اكتب الحدث، لازم يكون موجود في التاريخ. اذا قلنا مواقف عديده جدا بتتحط فيها الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ما بحبش اقول انها
بتكسب الرهان او انها دايما بتبقى موجوده في الوقت المناسب. لا، هي دي، وهو المشهد اللي قدامنا ده، وهو التواجد، وهو ال 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 الوقوف في الطابور عشان استنى باب الخيمه يفتح، وهو الحرص، وهو اللي انا بنام بالليل عندي هدف وقايم اروح النادي بتاعي، النادي بتاعي، لان شرف ما بعده شرف انك تكون بتنتمي للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ادينا شايفين الاعضاء، وادي واعضاء مجلس الاداره، وادي بقى الاعضاء بياخدوا الصور التذكاريه كده، وبياخدوا ليوم جميل بيبدا بالتواجد. خلوا بالكم ده تاريخ، خلوا بالكم ده تاريخ، خلي بالكم ده مستقبل، خلوا بالكم ده بكره مش امبارح، امبارح عدى، اللي جاي ده مش يوم ولا اتنين ولا تلاته، ده العمر اللي جاي، عمر ابنك، عمر ناديك، المستقبل بتاعك، بكره اللي انت كاتبه بايدك، كاتبه عشان تشوفه لناديك وللايحتك، بكره اللي بتتمناه احسن لناديك وليك ولابنك في حقوقك وفي طلباتك وفي احترامك وفي مبادئك واخلاقك، في نظامك، في دستورك، في قانونك، في حبك للكيان. كلمة حب الكيان ممكن تقول بتتقال كتير بشكل نظري، لكن اللي عايز يبص على حب الكيان يبص على عضو النادي الأهلي اللي موجود النهاردة، يبص على جماهيره اللي موجودة في مبارياته، يبص على شعبه اللي موجود في كل العالم. الأهلي يلعب في لبنان جماهيره موجودة، يلعب في اليابان جماهيره حاضرة، يكتب لايحته اعضائه موجودين زي ما احنا شايفين المشهد، وحرص اعضاء الجمعيه العموميه على توثيق اليوم. النهارده يوم مهم جدا للتوثيق، فرحه كبيره جدا، كل واحد شايف انه بيشارك في كتابه التاريخ، كل واحد عارف دوره ايه بالظبط، عارف ان صوته مع صوتها مع صوتنا قانون النادي الأهلي، عارف إن مشاركته دي هي اللي بتصنع بكرة، عارف إن ده الطريق الديمقراطي اللي دايما بيتبعه وبينهجه النادي الأهلي. مفيش إدارة في يوم من الأيام جت إلا وحطت طوبة في مستقبل أو في قانون أو في دستور أو في بكرة للنادي الأهلي. كل جيل دايما بيجي يضيف، وكل وقت وظروفه، وكل وقت وجمعيه والجمعيه العموميه للنادي الأهلي حاضره، حاضره، هي اللي بتأيد، هي اللي بتدعم، هي اللي بتقرر، لأنها صاحبة الحق الأصيل. الجمعيه العموميه للنادي الأهلي هي صاحبة الحق الأصيل. الجمعيه العموميه للنادي الأهلي اللي ناقشت وتعبت وطلبت، والنهارده بتأكد، بتأكد في نظام شايفينه، نظام شايفينه. على فكرة أي عضو في أعضاء الجمعية العمومية وزمايلنا موجودين في كل مكان، ودي كمان وسائل المساعدة لكل الأعضاء اللي ممكن يكون مش قادر يمشي بشكل كبير، لأن أحد العضوات في البداية قالت بس أنا مشيت مسافة كبيرة. كل وسائل الراحة سواء كان الجولف كار أو الكراسي المتحركة، ربنا يديكم جميعا الصحة، ولكن بجد الواحد فخور، فخور بكل الأعضاء، بس أنا لازم هنا أدي الأعضاء كبار السن حقهم اللي مفيش أي حاجة بتعقهم خالص على أنهم يكونوا موجودين ويلبوا الندى. التواجد في خيمة لائحة وقانون الأهلي تشريف وتكليف، تكليف من النادي الأهلي، تكليف من النادي الأهلي، وتشريف من عضو الجمعية العمومية علشان يقول كلمته، علشان يثبت للناس كلها بالشفافية اللي احنا شايفينها دي ان النادي الأهلي مختلف،
للنادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي في موقعه اللي يستحقه، وكمان في موقعه أن أعضاء جمعيته حاطينه في مكانته، خايفين عليه، غيرانين على ناديهم، غيرانين على مكانهم. هو شايف نفسه في المكان ده، واللي بيتعمل اللي بيتعمل داخل النادي الأهلي ده، مجلس الإدارة ما بيعمل لكش حاجة زيادة. ده اللي انت تستحقه، ده اللي انت جبت عليه المجلس ده عشان انت عارف انه هيوفر لك ده. هو وفر لك ده، وفر لك المناقشة، وفر لك قانونك، وحط كل البنود، وسابك انت تكون صاحب القرار. انت مش صاحب القرار النهاردة، او انت ما بتاخدش قرارك النهاردة، او انت ما بتجيش النهاردة بتقول او لا وخلاص. لا، ده انت اللي اتناقشت الفترة اللي فاتت، ده انت اللي خلال الشهر اللي فات قعدت تتناقش وتتكلم، وبالتالي كلمتك النهاردة هي كلمة اعضاء الجمعية العمومية. هنوصل لتقرير ونرجع نتواصل. بنشكر طبعا مجلس الإدارة وجميع السادة الزملاء اللي عاونونا في إصدار هذه اللائحة، وأنا بعتبر أن دي مسألة غير مسبوقة. واللائحة زي ما حضرتك عارف عرضت على في ثلاث ندوات، وتلقينا حوالي 3000 اقتراح يعني، وعدل منها حوالي 32 مادة. والحقيقة وجدنا كل معاونة من جانب مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في النادي، وطبعا السادة الزملاء اللي هم أعضاء اللجنة. الحقيقة حاجة يعني مشرفة، وأنا بعتقد أن دي يعني دأب النادي الأهلي أن يكون ليه الريادة. مش عشان احنا عملنا هذه اللائحة ولا أي حاجة، إنما ممكن يعني يسترشد بيها في أي حاجة مستقبلية. وطبعا هذه اللائحة في التطبيق العملي قد تظهر شيء من القصور أو الغموض وتحتاج لتعديل، لأن الكمال لله وحده. يعني هو احنا عملنا ما في وسعنا. بعتقد انها لائحة جيدة، وبعتقد ان شاء الله افراد الجمعية العمومية مش يبقوا 12.5 بس، يبقوا 25,000 او 30,000 بإذن الله. كان الاجتماع شكر وتقدير من الكابتن للحضارة السادة الموجودين كلهم، وطبعا دي حاجة طبعا جميلة ان الناس تجد بعد تعبها وبعد اشتراكها في لائحة زي كده تجد هذا الشكر وتقدير ادبي، بيعتبر بمثابة حافز لاي حد بعد كده، سواء اللجنة نفسها او اي حد، يعلم ان مجهوده مقدر وان مجهوده يشكر عليه. ده نتاج اخر يوم عمل في فترة الحياة من الفترات السابقة. احنا كلنا كانت في ورش عمل الحقيقة، احنا يعني شفنا نظام انا شخصيا يعني فخور ان انا شاركت فيه، ان كل الناس كانت بتشارك بطريقة ايجابية جدا. جالنا مقترحات من الاعضاء، جالنا مقترحات سواء عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق اللقاءات اللي تمت مباشرة مع مجلس الإدارة أو بالتواصل المباشر. حقيقة وجدنا حماس كبير جدا لأفكار كثيرة جدا، كان واجب علينا أن احنا ننسقها ونحط دستور للنادي الأهلي للفترة اللي جاية يحمي النادي الأهلي لسنوات إن شاء الله. فالحقيقة احنا اجتهدنا، وطبعا الكمال لله وحده، لكن أعتقد أن اللائحة هتكون مرضية جدا لكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي إن شاء الله. كبيرة جدا، قامات كبيرة وضعوا لائحة النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب وسط أعضاء النادي الأهلي، وطبعا الترحيب الكبير. وبقول لكم أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيوثقوا يومهم، بيكتبوا تاريخهم. اشهد يا تاريخ، ألقط الصورة واكتب تحتها أنا بكتب دستوري، أنا بكتب قانوني. أكيد مشاهد مميزة جدا لسه على مدار اليوم. على مدار اليوم هنتابع طبعا وجود أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة وقانون النادي الأهلي.
اكيد بقول لكم دايما بنكون موجودين داخل النادي الاهلي، ولكن الصوره اللي احنا شايفينها هي صوره طبيعيه، صوره طبيعيه جدا من خلال العلاقه اللي موجوده بين اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. بصوا الاعمار، بصوا الصغير والكبير، بصوا الاسر، بص عائله النادي الاهلي، يعني بصوا على عائله النادي الاهلي، الصغير قبل الكبير، الكل متواجد، سيدات الكبار واعضاء النادي الاهلي. واكيد طبعا هنطلع على طول علشان نشوف تقرير من مقر الخيمه والتصويت على دستور الاهلي مع زميلنا احمد كوان. اشكرك زميل عزيز ايهاب الخطيب، ويمكن تفاصيل مختلفه من مكان لمكان، كاميرا النادي الاهلي موجوده بترصد اهم التفاصيل المهمه ليوم النادي الاهلي الكبير. النادي الاهلي النهارده بيكتب دستوره بايد اولاده، بايد ابنائه، بايد الناس الكبيره والشباب، بايد كل الاعضاء اللي انا شايف النهارده. يعني يمكن استاذ ايهاب شايف ان في حاله مختلفه بنشوفها النهارده من كل الملتفين حول النادي الاهلي. يمكن يسعدنا لما يكون معي عضو مجلس النادي الاهلي استاذ خالد. يمكن النهارده استاذ خالد مرتجي، انت اكيد خالد رندالي شايف ان في انعكاس كبير جدا على النهارده وشك من اول ما اتكلمنا مع بعض، اتيتيودك مبسوط. بص، هو الجو بيبان من عنوانه، يعني الحمد لله من اول نهار انا لقيت ناس داخله واقفه على باب الخيمه لحد ما تفتح، ناس كبار السن وناس شباب من كل الاطياف الاعضاء، ناس عندها تفاؤل وعندها حنيه، مش جايين يقضوا واجب وخلاص، لا هم جايين عن عقيده، عايزين يدوا صوتهم وعايزين يشاركوا في رسم مستقبل النادي. الحقيقه واحد مثلا من كبار السن بيقول لي انا صليت الفجر وجيت، قلت له ما كانتش فاتحه، قال لي ما يهمنيش انا واقف اهو مبسوط وان شاء الله. وقال لي وناس ثانيه بتقول احنا ما خدناش دي، احنا عايزين نقعد شويه. ففعلا انت شايف الدنيا على قد العدد اللي جه، والصاله الخيمه بتفضي اول باول لان الاجراءات ما بتاخدش 3 4 دقائق. بس خالد اللي لفت انتباهك قوي كبار السن، انا حسيت ولمست فيك ذوي القدرات الخاصه مهتمين، يعني مهتمين ومن بدري قوي. هم احنا كمان احنا اعلنا ان احنا موفرين شباب من اعضاء النادي الحبيبه اللي هم متبرعين، اللي هم الشباب المخلص بتاع اولاد النادي، ان هم يساعدوا كبار السن وذوي الاحتياجات، يذللوا اي عقبات من رقم اللجنه للطابور لكل حاجه، ما بيبقى حد بيرافقه. فدي طبعا حاجه سهلت، ولما الناس جت شافت كده اتبسطوا جدا ان احنا وعدنا حاجه ونفذناها. والحقيقه انا متفائل بان العدد هيزيد كمان النهارده، وهتبقى ده يعني بدايه حلوه لمستقبل كويس للنادي الاهلي ان شاء الله. بدايه النادي الاهلي ونهايته كمان سعيده، لكن عاوز اروح معاك ليه. شفت النهارده معايا قبل فتح باب التصويت، شفت الطابور الطويل وانتظار الناس وهي مبتسمه وسعيده ومش قلقانه، رايك كيف ده؟ الناس جايه النهارده مش مجرد هم جايين يعني، لا هم جايين بحاجه هم مقتنعين بيها وعقيده عندهم، وجايين حاجه هم فخورين ان هم جايين، عشان فعلا ده النادي الاهلي ودي اعضاء النادي الاهلي، هم دايما عايزين يكونوا من السبق والرياده وتحطيم الارقام القياسيه في كل حاجه. فالناس النهارده حقيقه انا تفائلت اول ما دخلت النادي الصبح، لقيت طوابير وناس جايه وجايين، يعني مفيش حد واقف حتى مستني ليه ما فتحتوش بدري، لا الناس مبسوط والله العظيم. انا لسه واحد راجل كبير قال لي ده احنا ما خدناش 3 دقايق، لا ده انا عايز اقعد شويه، انا مش متعود على كده. جايين بحب. طبعا يعني، ودي الحاجه اللي احنا بسطانه يعني. لان عايز اقول لك حاجه، طالما انت عملت شيء من الديمقراطيه واديت الناس حقهم في المشاركه في رسم خريطه المستقبل النادي الاهلي، واديتهم الحق في بناء رايهم وتعديل الحاجات اللي هي شايفين انها لازم تتعدل، كل ده حصل، وكل ما عملناه وعدنا بيه عملناه. وبعدين الطريقه اللي احنا الحقيقه يعني الاسلوب اللي احنا بدانا بيه من كذا شهر لحد النهارده اسلوب مثالي جدا جدا، وبحرفيه وبديمقراطيه وبطريقه راقيه جدا جدا جدا، اسلوب حضاري يعني. فالناس مقدره الكلام ده الحقيقه، وجايين بحب. ليه؟ عايزين يكللوا تعبنا ده ومجهودنا، ان لازم بقى بعد كل التعب اللي هم شافوه ان هم لازم يجوا ينجحوا المشروع ده، لا لمصلحه النادي ولمصلحتهم ولمصلحه كل من هو يحب النادي الاهلي. صوره حضاريه ورساله كبيره جدا بتوصل لكل الناس من النادي الاهلي.
تؤكد هذا الحقيقه ده من غير ما نقول الخيمه بتعبر والناس ارائها بتعبر وجاي الناس انت لسه كمان هتشوف كمان شويه هتلاقي الناس بتيجي بس الحمد لله العود ما بيقعدش في الخيمه اكتر من 3 4 دقائق وبيخرج عشان تبقى السيوله وزي ما شايف البيبان في كذا مدخل وباب عريض يعني الدنيا متسهله كمان التهويه انا شايف ان في كمان عشان حتى لو في زحام الناس ما تكونش حاسه كلنا واقفين مش عشان نعمل دعايه للائحه لا احنا عايزين نسهل العمليه كلنا كاعضاء مجلس اداره وكناس متبرعه من اولاد النادي وكالمنظمين وامن النادي كلهم عايزين يسهلوا العمليه عشان الناس ما تتعبش ما حدش يحس بتعب ما حدش يزهق ما حدش يمشي احنا عايزين نضرب الرقم القياسي ان شاء الله اخيرا وليس اخرا كلمه لكل الناس الملتفه منذ بدايه الصباح طبعا بنشكرهم وهو ده اللي احنا متوقعينه من ابناء النادي الاهلي المخلصين ان هم فعلا يكونوا قدوه لكل الانديه في مصر استاذ خالد الدرندلي بشكرك الف شكر ربنا يخليك من سيد زواج اكيد يمكن حديث مهم جدا الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي يعني حديث عن كل ما يحدث بتفاصيل خاصه بالنادي الاهلي النادي الاهلي له تفاصيله الخاصه استاذ ايهاب حتى يتميز في سهوله الدخول حتى اثناء التصويت يمكن شايف الخيمه واسعه جدا التهويه ممتازه حتى لو في زحام تفاؤل كبير من كبار السن وكذلك ذوي القدرات الخاصه اليك الكلمه زميل العزيز ايهاب الخطيب ولك بكل جديد اول باول شكرا زميلي احمد كوان طبعا اليوم مبهج جدا واليوم طبعا يدعو للتفاؤل يعني الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق بيقول جمله يعني جمله لازم اعقب عليها قال لك مستنيين رقم قياسي من اعضاء الجمعيه العموميه يعني في النادي الاهلي مش الفرق بس مش الرياضيين بس اللي بيعملوا ارقام قياسيه وبيحققوا القاب النهارده الجمعيه العموميه على موعد مع التاريخ من كل ابوابه ومن بدايه صفحاته الصفحه الاولى كتابه دستور الاهلي والعنوان الكبير القانون اللي هيحكم النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي وداخل الصفحات وداخل الكلام المشهد اللي قدامنا هذا المشهد الواعي جدا من اعضاء الجمعيه العموميه كبار السن والشباب والصغيرين والكبار واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يتقدمهم كابتن محمود الخطيب استاذ خالد الدرندلي في كلامه قال لك احنا مش موجودين بنعمل دعايه للائحه خالص احنا جايين نسهل على الاعضاء نسهل على اعضاء النادي الدخول والخروج وزي ما قال برضو ان احد الاعضاء قال له انا ما خدتش 3 دقايق وقبلها بالصوت والصوره كان معانا احد الاعضاء قال انا ما خدتش دقيقتين عايز اقعد شويه اقعد وشارك وقول لان انت صاحب اليوم انت النهارده اللي بتكتب بايدك وادي الاجواء اجواء رائعه جدا في يوم جميل جدا في يوم فعلا يدعو للتفاؤل في يوم فعلا يدعو للمصافحه يدعو للترابط يدعو لاقرار قانون النادي الاهلي الكل بيهني من البدايه والكل بيدعم والكل عنده حماس يعني الاعضاء عندها حماس وكلام والكل لصالح اللائحه ولصالح النادي والكل بيتكلم وبيتناقش وبيتواجد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وقفوا طوابير امام خيمه التصويت صلينا الفجر ونزلنا موجودين ناس موجوده ناس بتشجع الناس بتدعم ليه؟ هو بيدعم نفسه ترحاب شديد جدا وادي العلاقة اللي موجودة في النادي الأهلي ادي العلاقة اللي موجودة أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي أمام ملايين من جماهير ومحبي النادي الأهلي الناس طبعا بترحب وبتقابل الكابتن محمود الخطيب هتاف الكابتن محمود الخطيب وده هتاف في صورة وشكل الكابتن محمود الخطيب لكن لكل أعضاء مجلس الإدارة وهتاف للجمعية العمومية النهاردة الجمعية العمومية هي البطل النهاردة الجمعية العمومية
هي اللاعب رقم واحد بقى زي ما بقول هيحقق هدفه وهيحقق بطولته. عجباني قوي كلمة الأستاذ خالد الدرندلي، أرقام قياسية بتحققها الجمعية العمومية للنادي الأهلي زي ما نزلت في الانتخابات في ظروف صعبة جدا وتحت ضغوط كبيرة جدا، نزلت بأكبر عدد، نزلت بأكبر جمعية في تاريخ النادي الأهلي. واضح جدا من غير ما اسمع الكلام من الصورة بس اللي أنا شايفها، التجاوب والكلام والترابط. ما دي يا جماعة أسرة النادي الأهلي، دي عائلة النادي الأهلي اللي قال عليها مجلس الإدارة، هي دي عائلة النادي الأهلي. مش الكادر ده بس، لا ده كل الكادرات وكل مقر النادي ومقرات النادي الأهلي اللي موجودة، الأسر، وادي الكادر الثاني اللي فيه باقي عائلة الأهلي اللي وصلت للجنهة علشان تدلي بصوتها، وادي بقى السقفة دي خمسة أهلي أو تحية النادي الأهلي اللي كان بيعملها الفريق الراحل العظيم مرتجي، واحد من رؤساء النادي الأهلي وواحد من اللي سطروا تاريخ النادي الأهلي. وادي بقى ادي التاريخ، ادي البصمة، ادي الذكرى اللي بتقعد، وادي التاريخ اللي بيتكتب. ذكريات هتبقى، يعني هتبقى ذكريات هتتكتب في السجل الذهبي للنادي الاهلي. بسم الله معانا يا كابتن خطيب، بسم الله معانا، بسم الله معانا بقى، مش عيش وملح ده كيك وصباح الفل على اعضاء النادي الاهلي. برضو ما زلنا موجودين وما زلنا بنتابع صوره حيه من النادي الاهلي، صوره حيه من توقعات الكابتن محمود الخطيب على اللائحه. هنروح لصوره حيه ثانيه من داخل خيمه التصويت للنادي الاهلي، وهروح لزميلي احمد كوان علشان نشوف الاجواء من داخل خيمه التصويت. اشكرك من جديد مستمر معاك زميل العزيز ذهاب الخطيب. يمكن صوره يعني صوره بهيه، صوره سعاده، صوره فرح. عشان انا اكون معي عضو مجلس الاداره استاذ خالد مرتجي، اكيد انت سعيد منذ بدايه اليوم بالتفاعل والتواجد الكبير والعريض من جمعيه العموميه، وانت دايما واثق في جمعيه العموميه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر، وصباح الخير على كل الاهلاويه. النهارده عرس ان شاء الله، النهارده أعضاء النادي الأهلي جايين يكتبوا دستور النادي الأهلي. عمري ما راهنت على عضو الجمعية العمومية المحترم بتاعت النادي الأهلي وخسرت الرهان. إن شاء الله أنا على يقين إن جمعيتنا العمومية هتبقى أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية المصرية، لأن النادي الأهلي كيان ومؤسسة عظيمة. النادي الأهلي هو الهرم الرابع في مصر، النادي الأهلي هو الرائد في كل حاجة، وإن شاء الله اللائحة ودستور النادي الأهلي ده اللي سطروا أعضاء الجمعية العمومية المحترمة هيبقى هو ده الدستور اللي ناس كتيرة قوي وأندية كتيرة قوي هتاخده، بحيث ان يبقى هو ده المنهج بتاعها وهو ده اللي هتبدأ عليه ان شاء الله. لان النادي الاهلي زي ما اقول هو رائد في كل حاجة، هو رائد بالتأكيد. ولكن هاخد معاك ما لمسته في بداية اليوم، شايف الناس جاية من بدري استاذ خالد ومهتمة وعندها تفاعل وعندها صراع وسباق ان تحط الصوت، ده شيء مش جديد على النادي الاهلي. بص، النادي الاهلي الناس خايفة عليه، والنادي الاهلي زي ما قلت حاجه ومؤسسه ناجحه ومؤسسه عظيمه وكيان عظيم محتاجين منه. واكتر ناس تحس بقدر النادي الاهلي هم ولاد النادي الاهلي، هم اعضاء النادي الاهلي اللي عملوا المبادئ واللي عايزين يمشوا بنفس الاسلوب اللي احنا كنا ماشيين بيه زمان واللي اتعلمناه من اهالينا ومن الاجيال اللي قبلينا. وزي ما بنقول دايما اجيال بتسلم بعض وكل الناس ماشيه في خط واحد. فده اللي يعني شوف، الواحد بيحب يتربى واتولد جوه النادي الاهلي سواء انا او خالد الدرندلي، بنعشق النادي الاهلي. بس يعني بيزيد حبنا بالناس دي، بتشوف قد ايه الناس بتحب النادي الاهلي، بتشوف قد ايه الناس عايزه تحافظ على النادي الاهلي، فده بتخليك زياده في الانتماء وكده. وربنا يقدرنا ان شاء الله. كلامك من قلبه. حاجه بس من غير ما اقطع كلامك، انا كنت بتكلم معاك لسه من 10 دقائق، انا واقف هنا الناس وهي خارجه والله العظيم كل واحد يتكلم يقول ايه بنشكركم.
احنا بنشكركم على اللائحه وعلى النظام، فدي حاجه تفرحنا وحاجه تسعدنا جدا. يعني انت كل لسه بتقول راي الناس، لا الناس خارجه مبسوطه والناس جايه مبسوطه وخارجه بعد ما خلصت العمليه الانتخابيه او التصويت، خارجين بيقولوا له والله بيقولوا دلوقتي احنا بنشكركم. الكلمه وسام يعني بشكرك. في ناس جت تقول لنا عايزين الامضه بتاعتكم على حاجه زي دي، مش احنا اللي عملنا، هم اللي عملوا. كل الانديه في مصر بتعمل ايه؟ بتعمل لائحه والناس تروح تصوت عليها. ممكن تبقى 150 بند انت موافق على 30 ومش عاجبك الباقي، لكن اللي انا عايز اقوله انك انت النهارده اما عملت وفتحت الحوار المدني المجتمعي وعملت الورش وخدت استفدت بكل الاطياف وبكل الخبرات، سواء استثمار سواء شباب سواء مرأة سواء رياضية سواء عاملين جوه النادي، كل استفدت بكل الخبرات دي وكل الاقتراحات دي وغيرت اكتر من حاجه و50 بند. كل ده معناه ايه؟ معناه انك انت جاي تصوت على بند بند، لانك انت اوريدي خدت شهر ونص او شهرين في حوار مجتمعي، فدي حاجه كبيره، حاجه جديده، وانا شايف النادي الاهلي يعني سباق فيها ورائد فيها، واتمنى ان كل الانديه تسلك هذا المنهج، عشان في الاخر انت عايز تعظم دور الجمعيه العموميه وليس تعظيم دور مجلس الاداره، فلازم اللي يحط اللائحه بتاعت ودستور مستقبل ولاده واحفاده يبقى عضو الجمعيه العموميه وليس مجلس الاداره. اخيرا وليس اخرا، اليوم شايفه الاعضاء جايين بحب، جايين بحب، جايين بحب وعقيده، توافقني؟ اوافقك 100%. واقول لك حاجه، المختلف او المعارض قبل المحب. ليه؟ لان ده بيرسم دستور النادي الاهلي لاولاده واحفاده. اكيد بشكرك دايما سعيد. شكرا، شكرا لحضرتك. كان يوم سعيد وابتسامات من اعضاء مجلس الاداره، مؤشرات بتدل على شخصيه النادي الاهلي اللي وصلت لكل محبيه سواء من اعضاء جمعيه عموميه سواء من ملتفين حوله. لك الكلمه زميل عزيز ايهاب الخطيب، ولك او كل جديد لحظه بلحظه معك على طول. شكرا كوان. طبعا استاذ خالد مرتجي، عمري ما راهنت على اعضاء النادي الاهلي وخسرت، وانا بقول لك عمر ما حد راهن، لان عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مش محتاج رهان، هو عنده كده الالارم المنبه بتاعه، عنده كده الحاسه بتاعته. الصوره الحيه اللي احنا شايفينها دلوقتي سواء كان اعضاء الجمعيه العموميه اللي موجودين وملتفين حول الكابتن محمود الخطيب، الاعضاء زي ما بقول لك كل الاعمار، كل الاعمار وكل الناس موجوده، يمكن الحاج محمد يوسف وبعض الاعضاء بيقولوا له يا كابتن اتفضل عشان ندخل على الخيمه، لكن يا جماعه انتوا عارفين الكابتن مش هيسيب ولا عضو، طول ما اي عضو عايز منه حاجه هيقف ويتصور ويتكلم ويمضي ويتناقش. هي دي طبيعه الكابتن محمود الخطيب وطبيعه اعضاء مجلس الاداره. وشفنا كلام الاستاذ خالد مرتجي والاستاذ خالد الدرندلي لما قال له مش بقطعك بس عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك ان الاعضاء طالعه بتشكرنا، عايز اقول لك ان الناس بتقول لنا شكرا، واحنا من هنا بنقول لعضو الجمعيه العموميه لعضو النادي الاهلي احنا اللي بنقول لك شكرا، بنقول لك شكرا انك انت حطيت لائحتك، بنقول لك شكرا اللي انت اصريت تبقى موجود من اول ما النهار ما شقشق وقلت صباح الخير على النادي وكنت متواجد واقف في طابور. احنا اللي بنقول لك شكرا لانك انت بتنجح وبتنجح منظومتك، احنا اللي بنقول لك شكرا لانك دايما في الميعاد موجود. في الميعاد ايه؟ ده قبل الميعاد، الميعاد الساعه 9 والبدايه من الساعه 9 والنهايه الساعه 7. قبل الميعاد وتحديدا زي ما قال الاعضاء معانا بعد صلاه الفجر نزلنا طوابير كانت البدايه على مقر الخيمة للتصويت على لائحة النادي الأهلي ودستور النادي الأهلي. أعضاء بتقول لي الأستاذ خالد درندلي أمين الصندوق متشكرين، وإحنا بنقول لأعضاء الجمعية العمومية متشكرين، وادي المشهد اللي شايفينه من النادي الأهلي والمشاهد اللي شايفينها مع مراسلينا من داخل النادي الأهلي والمشاهد اللي شايفينها مع أصحاب الفرح أصحاب الجمعية العمومية اللي النهاردة بيأكدوا على يومهم وبيأكدوا على عقيدتهم وإيمانهم بناديهم وإيمانهم بنفسهم. عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي اختلافه في حاجتين، اختلافه عن أي حد
انه عنده عقيدة كبيرة جدا وايمان كبير جدا بكيانه وبإدارته اللي هو اختارها وبنفسه على قدرته على التغيير. ادوا الجمعية العمومية اللي بيقول يا جماعة مش انا اللي هتحكمني اللائحة الاسترشادية، مع احترامي للائحة والناس اللي تعبت فيها، وهي لائحة لها ملها وعليها ما عليها، لكن النهاردة انا بقول لك دي لائحتي انا، انا اللي كاتبها، ده دستور انا، ده مستقبلي انا، ده مستقبل اسرتي، عائلة النادي الاهلي. ظبط الكادر كده وفرجني على عائلة النادي الاهلي اللي انا شايفها قدامي، على حب اعضاء النادي الاهلي. ما هو كابتن محمود الخطيب واحد من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اللي اكيد كان ليه بند وكان ليه اختلاف وكان ليه راي زيكم زيه بالظبط وحرص عليها. الاطفال الصغيرين دول ده جاي بيعمل ايه؟ الطفل الصغير ده جاي يعمل ايه؟ ده جاي يشارك وجاي يتربى على مبادئ النادي الاهلي. يلا خطوه، يلا درجه، يلا احنا في النادي الاهلي، يلا ابدا معانا اهو. كل بقول لكم دايما عائله النادي الاهلي، هات لي اي كادر هتلاقي في عائله النادي الاهلي كبير وصغير، الكل داخل يصوت على لائحته، الكل بيرحب، الكل بيساعد. وادي المقر، وادي الصوره الجميله، وادي التواجد وحرص اعضاء الجمعيه العموميه على انهم يكونوا موجودين. النهارده كل واحد بيكتب تاريخه، انت كتبته وبتشارك فيه، وانت اللي بتقره، وانت اللي بتعتمده، وانت اللي بتقول نتيجتك قبل ما غلق باب التصويت الساعه 7. فتح باب التصويت بدا 9، غلق التصويت هينتهي الساعة 7. أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيتوافدوا بهذا الشكل الحضاري زي ما تعودنا من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، هذا الشكل وهذا المشهد الحضاري اللي احنا شايفينه، والحالة اللي وصفها الأستاذ خالد الدرندلي من الارتياح عند الأعضاء والشكر، حالة كبيرة. لكن باختصار هو ده النادي الأهلي وهي دي جمعيته العمومية. موضوع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي كانت أولوية من أولوياتنا. بالتحديد في يناير عملنا شكلنا لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي برئاسة النصار محمود فهمي. حقيقة سيادة النصار محمود فهمي ده بعتبره من الرجال العظماء في النادي الأهلي. أي عضو في النادي الأهلي يقبل إن النادي الأهلي يعني بعظمة اسمه وتاريخه وبريادته إن الحقيقة يمكن يشتغل بلائحة استرشادية، ما ينفعش. اللائحة الاسترشادية يا جماعة كان فيها بندين فقط بيتكلموا على الاستثمار. مشروع النادي الأهلي في باب كامل بيتكلم على الاستثمار من كل جوانبه يعني. عشان نفتح باب الاستثمار وعشان يعني زيادة الموارد، لكن في نفس الوقت ما ينسيناش ده الحفاظ على هوية النادي الأهلي وإزاي نحافظ على حقوقه وحقوق أعضائه. لائحة النظام الأساسي كلام على الاستثمار، هو استثمار للعضو، هو استثمار لمستقبل النادي. ما بننساش العضو، بحب كدر عيلة النادي الأهلي قوي، بحب كدر أسرة النادي الأهلي، اهي أسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي، عائلة الأهلي تتحدث، عائلة الأهلي تتقدم، عائلة الأهلي تصوت على اللائحة التي كتبتها، اللائحة اللي ناقشتها. أجواء منقولة
من مقر النادي الأهلي بالجزيرة واضحة جدا. الصورة بتتكلم، الصورة بتوضح، الصورة من الأم للطفل للشاب، الكل موجود. قلت لكم قبل ما نبدأ وبداية من الساعة 8 صباحا أو أطفال طفلة صغيرة اللي جاية بحب وباباها شايلها بيعلمها هو من السن ده ومن التوقيت ده بيعلمها وبيكلمها هي جاية عارفة هي بتعمل ايه. النهاردة هي مش جاية النادي تتفسح ولا جاية النادي تغير جو. النهاردة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي أهو المشهد ده. الأهلي أمانة، الأهلي أمانة. عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي عنده كده بين قوسين مسؤولية. عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي أهو كلام بيتقال، في توصية، في كلام، في رسالة، في حاجة، في حاجة يعني دايما في معلومة، في حاجة بتتقال، في تنبيه، في نقاش. أهو حالة الحراك اللي شغالة من ساعة ما مجلس الإدارة تولى. كابتن محمود الخطيب قال تحديدا ليه لائحة النظام الأساسي دلوقتي، قال من أول يوم وإحنا بنتكلم على دستورنا هو ده، هي الروح، هي الأم، هي الأم. كبار السن أمهاتنا اللي واجدين وموجودين وبيساندوا في الكادر، في الشاب وفي الطفلة وفي كل حاجة. يعني أي كادر بقول لك هتلاقي فيه أسرة النادي الأهلي أهو. في نقاش بقى، في نقاش وربما يكون في عتاب وربما يكون في إشادة، لكن هي الأسرة اللي احنا شايفينها، هي الأسرة اللي موجودة، هم أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. هي حالة الحراك اللي بدأت ومش هتنتهي خالص خالص. هي الصورة الحلوة اللي كل واحد بياخدها سيلفي على تليفونه عشان يحتفظ بالذكرى، عشان يقول في اليوم ده أنا كنت موجود. ويا سلام بقى لو كان معايا في الكادر بيبو كابتن محمود الخطيب، يبقى تضحك عشان الصورة تطلع حلوة، يبقى كله هيبقى موجود، كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي فرد فرد، وكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والأستاذ طارق قنديل وكل الناس، كله متواجد، كله متواجد في موقعه. العضو متواجد وعضو مجلس الإدارة متواجد والأمور ماشية بشكل محترم. وادي أدي 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 الصورة، هفضل أتكلم على الصورة، هفضل أتكلم على المشهد، لأن ده المشهد اللي قدامنا حاليا، المشهد اللي قدامنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. والكلام والحديث والصور التذكارية وحالة الحب الكبيرة وحالة الدعم الكبيرة دايما قالها الأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قال اتولدنا في النادي الأهلي، اتولدنا في النادي الأهلي وشاهدين على تاريخه وبنكتب مستقبل النادي الأهلي بإيدينا وبإيد أعضاء النادي الأهلي اللي شايفين مستقبلهم كويس قوي وشايفين لائحتهم بشكل كبير جدا. خلينا نقول ان اسماء اللجنه القضائيه المشرفه على الجمعيه العموميه السيد المستشار محمد السيد محمد علي خليفه الرئيس بمحكمه استئناف القاهره، السيد المستشار احمد مجدي ابو العلا المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمه النقض، السيد المستشار احمد علي حافظ ديومي المستشار بمحكمه المنصوره، السيد المستشار محمد صلاح الدين محمد المستشار بالمكتب الفني لمحكمه النقض، السيد المستشار حسام الدين حسين عواض الجزاوي المستشار بالمكتب الفني لمحكمه النقض، السيد المستشار احمد اسماعيل عبد السميع محمد رئيس بمحكمه القاهره الجديده الابتدائيه. مشهد للتاريخ، مشهد للحديث عن مستقبل النادي الأهلي. ما تخافش على الأهلي، ما تخافش على الأهلي.
ما تخافش على الأهلي بجمعيته العمومية قبل مجلس إدارته. ما تخافش على الأهلي بوجود أعضاء الجمعية العمومية اللي موجودين من الصبح. ما تخافش على الأهلي من الأعضاء والأم اللي شايلة أولادها وداخلة وجاية أهي. يعني كله عنده مسؤولية كبيرة جدا، كله جاي لأنه هو عارف أن أنت عندك مسؤولية كبيرة جدا. عايزين نوثق اللحظة دي بالصورة الحلوة، عايزين نوثق المشهد ده بالتواجد. شوف الأطفال دي بعد كام سنة، وشوف بعد ما اللائحة تبقى موجودة هيقول لك أنا في 2018 وتحديدا يوم 28/9 جيت النادي وجيت علشان أقول أنا مشارك. مع الطفل ده جاي يشارك وعارف وواعي هو جاي ليه بالظبط، والأسرة دي اللي جاية من الصبح وملبسها الأولاد ونازلين وجايين، جايين عشان الكيان الكبير. زي ما الكابتن الخطيب قال في كلمته، ليك حق على النادي الأهلي والنادي الأهلي اللي حق عليك. لك حق على النادي الأهلي لما قعدنا وكتبنا وناقشنا وحطينا واعتمدنا اللايحة. حق النادي الأهلي عليك النهاردة إنك تكون موجود وإنك دايما تملى الكادر كده، دايما كده كادرك مليان مليان بأصحاب الفرح النهاردة والعرس الديمقراطي التاريخي النهاردة. انزل انزل وشارك. دي كانت كلمة بيطلقها مجلس إدارة النادي الأهلي لجمعيته العمومية، لولاده اللي محتضنهم، لشبابه الصغير، لأطفاله، لكبار سنه، لأولياء أمورنا، أبهاتنا بقى وأمهاتنا وإخواتنا. والصورة الحلوة، الصورة اللي دايما بتطلع فيها عائلة النادي الأهلي. خلي بالكم ان اختيار الكلمات في برنامج مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخاب، إذا كان عن عائلة الأهلي أو إذا كان المسؤوليات والارتباطات، كلام مهم جدا. والحديث عن اللائحة نفسها والقانون ودستور الأهلي زي ما قال كده كابتن محمود الخطيب معانا في آخر تقرير، قال إن إحنا دايما بنحط أولويات العضو. فتحنا باب كبير للاستثمار، نقلة كبيرة بينتظرها النادي الأهلي، لكن النقلة الأكبر هي لمصلحة عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي اللي جايين من دافع المسؤولية الكبيرة، اللي جايين ومتواجدين النهاردة كده. أنا شايف إن أعضاء الجمعية العمومية بيقدموا رسالة كبيرة جدا. الرسالة معناها إن عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي مختلف، لأن عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي أنتوا شايفينه قدامكم ده، شايفينه على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي اللي هتعمل معاكم النهاردة تغطية كبيرة جدا، بدأناها الساعة 8 ومكملين معاكم في يوم خاص جدا. كلنا بنشارك بعض في اليوم التاريخي، كل واحد من مكان مسؤوليته، موجود وبيكتب، موجود وبيصوت، موجود وبيعتمد، موجود وبيصوت. شوف مكانك فين، موجود في الكادر معانا علشان تكتب تاريخك النهاردة، وعلشان تثبت للناس كلها، تثبت للناس كلها انك انت عندك مسؤولية. الأستاذ خالد الدرندلي أعضاء مجلس الإدارة بصراحة بيقولوا جمل رائعة، وبيقولوها يعني تحس انت ما فيش فرق النهارده بين عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية العمومية، كله بيتحرك بنفس الشكل وفي نفس المكان بنفس الحب وبنفس الطريقة. وادي يعني برضو الكادر قدامنا الكابتن محمود الخطيب في خيمة التصويت، موجود بيتفقد، بيشوف مع الأعضاء، بيشوف مع رؤساء اللجان، بيشوف التنظيم. طبعا الصورة دي لو عدت لكم كذا كادر، دي كانت امبارح وكانت أول امبارح وكانت أول ما الخيمة اتعملت، في وجود كل أعضاء مجلس الإدارة بصراحة
اللي متواجدين علشان يسهلوا على أعضاء الجمعية العمومية. الأستاذ خالد الدرندلي قال جملة رائعة، قال إن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي هيعملوا رقم قياسي النهاردة. يعني زي ما بقول لكم إن مش الفرق بس أو الأجهزة الرياضية اللي بتعمل أرقام، كله واخد على المنافسة، والمنافسة هنا لما تكون بين أعضاء الجمعية العمومية، بين الزوج والزوجة، وبين أسرة الأهلي، وبين الأولاد والأطفال اللي كله جاهز، كله بيلبي الندى، كله موجود في الميعاد وقبل الميعاد. وزي ما خدنا لقطات اللي لسه فاتح معانا قناة النادي الأهلي ولسه بيتابعنا دلوقتي من خلال لقطاتنا الخاصة والمباشرة على الهواء مباشرة من النادي الأهلي، والحرص اللقطة الجميلة الأطفال هنا زي ما بقول لكم الأم اللي جايبة أطفالها، وكل واحد عنده ظروفه، وكل واحد عنده يعني خصوصيته، وكل واحد عنده ظروفه، لكن الظروف ما بتمنعش عضو النادي الأهلي اللي كان على كرسي متحرك أو اللي شايل أطفاله أو اللي نازل. كل حاجة مترتبة بشكل مميز جدا ومعمول حسابها، سواء كان الدخول من مداخل النادي، عربيات الجولف كار اللي موجودة على مداخل النادي اللي بتساعد كبار السن، الكراسي المتحركة، شباب النادي المتطوع اللي موجود في كل مكان، نقط الاستعلام اللي موجودة، التاكسي النهري اللي بينقل أعضاء الجمعية العمومية من المعادي للجلاء وبيجوا بأوتوبيسات، أوتوبيسات النادي الأهلي اللي موجودة في مقراته كل نص ساعة بيتحرك باص لمقر النادي الأهلي، والعكس كل نص ساعة بياخدك باص من النادي الأهلي ويرجعك تاني. الصورة الجميلة، فتيات النادي الأهلي أهم، وشباب النادي الأهلي اللي جاي متطوع، اللي بياخد صورة كده بياخد منها باور وطاقة علشان يكمل يومه، يكمل يومه علشان الأمور تمشي بالشكل اللي الأعضاء عايزين. خلينا نقول إن البداية كانت الساعة 9 تقريبا، من ساعة وعشر دقايق شفنا الطوابير اللي موجودة قبل ما الخيمة تفتح أبوابها، شفنا الحرس، شفنا كلام أعضاء الجمعية العمومية اللي هم بيتكلموا دايما على التواجد والمساندة والدعم. دايما خلوا بالكم أنت أي كادر تخش فيه، أي كادر تخش فيه، كابتن خطيب يصوت على لائحة وقانون النادي الأهلي، أي كادر تخش فيه هتشوف عضو مجلس الإدارة، هتشوف العضو، هتشوف المسؤولية. يعني أنت كده هتبقى شايف على المسؤولية وشايف الناس، كله مسؤول، كل واحد عارف هو بيعمل إيه، كل واحد عارف بيأدي إيه. لكن يوم حلو، يوم حلو، ويوم جميل، ويوم تاريخ، يوم هنتكلم عليه بفخر في الفترة الجاية، يوم بيؤكد أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي قادرين يكتبوا مستقبلهم بالطريقة اللي هم شايفينها. هم شافوا أن اللائحة الاسترشادية ما تليقش بالنادي الأهلي، بعيدا عن أنها لائحة كويسة أو فيها عوار ما فيهاش عوار، ولكن أن عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي هو اللي عارف احتياجاته، هو اللي عارف طلباته، هو اللي عارف النقاط اللي يتكلم فيها. اكتب دستورك، ناقش دستورك، توكل على الله واعتمد دستورك. النهاردة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيعتمدوا دستورهم، التاريخ بيكتب في صفحة الأهلي يصنع مستقبله، الأهلي يكتب تاريخه. إذا اتكلمنا من البدايات، البدايات دايما بتحمل التفاؤل، التفاؤل كان من بداية اليوم، من التجهيزات، من التنظيم، من التواجد، من الطوابير اللي كانت على مقر خيمة التصويت، من الأعداد اللي احنا شايفينها
من عائلة النادي الأهلي، من أسرة النادي الأهلي، من أطفال النادي الأهلي، من شباب النادي الأهلي، من شيوخ النادي الأهلي، من أمهات النادي الأهلي. رسالة واضحة جدا، رسالة واضحة دايما دايما، المعنى اللي بتنقله الصورة بألف معنى، المعنى اللي بتنقله الصورة بألف معنى، والصورة واضحة ما بتكذبش، الصورة مباشرة جدا، والصورة لأعضاء الجمعية العمومية في خيمة كتابة قانون والتأكيد على دستور الأهلي. هذه الصور التذكارية زي ما بقول لكم، الأبناء والأطفال والأسر. بصراحة يعني العلاقة اللي بتربط أعضاء النادي والحب ده، أنت في بيتك بقى، أنت في بيتك وأنت في أسرتك وأنت بتتعامل يعني مع إدارتك اللي هم أعضاء جمعية عمومية كانوا حريصين إنهم يقولوا لك أنت اللي هتكتب اللي أنت عايزه، أنت اللي هتقول اللي أنت عايزه. مفيش شك إن النهاردة المشاركة من البداية كده، أنا عايز أقول أنا كنت متوقع إن شاء الله اليوم يعدي على خير ويكمل بنفس الطريقة. بداية مشجعة جدا وبداية مميزة جدا، لأننا دايما دايما لما تراهن على عضو الجمعية العمومية تلاقيه موجود في الميعاد، لا ده قبل الميعاد بشوية.
يومك يا أهلي، يومك يا أهلي في كتابة تاريخك، يومك ويوم الجمعية العمومية للنادي الأهلي. الجمعية العمومية للنادي الأهلي النهاردة بتأكد على قانونها وعلى دستورها. مشهد كبير ومشهد رائع جدا، يوم مليء بالتفاؤل من اللحظات الأولى، يوم مليان بالبهجة، مليان بالرغبة، يوم أدي 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 أهو أدي النقاش وأدي الصورة وأدي اللقطة وأدي الكلام وأدي الحب وأدي التواجد وأدي الحرص وأدي الحرص وأدي الروح اللي بتعامل بيها أعضاء نادي الأهلي مع بعض. كل كدر كل كدر في لقطة، في تفصيلة، في حركة، في تواجد أصحاب العرس وأصحاب الفرح. أقوى جمعية عمومية صاحبة الأرقام القياسية دايما، جمعية العمومية اللي بتقول النهاردة كلمتها، الجمعية العمومية اللي اصطفت بالطوابير قبل ساعات من فتح خيمة التصويت اللي كان معادها الساعة 9 واللي إن شاء الله الساعة 7 مساء تغلق أبوابها. أكيد عايزين نكون موجودين أكتر في مقر النادي وجوه الحدث أكتر، عشان كده أروح لزميلي شريف شعبان. مستمرين معاك كابتن إيهاب على مدار اليوم، يومك يا أهلي عضو النادي، انزل شارك اصنع تاريخك بنفسك. معي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي كابتن رفعت عبد القادر، بقول لك أهلا بيك على شاشة قناة الأهلي. تحياتي كابتن إيهاب الخطيب لحضرتك. يوم أعضاء النادي الأهلي النهاردة، يوم دستور النادي الأهلي النهاردة، واجب على كل عضو ينزل يشارك أو لا، بس ينزل يشارك يصنع دستوره بنفسه. صباح الخير على قناة الأهلي، صباح الخير على أعضاء الجمعية العمومية اللي مشرفينا دلوقتي، واللي بيراهنوا وبالراهن على وعي أعضاء الجمعية العمومية. بصب على كابتن إيهاب الخطيب وبقول يا رب يعني يتم اليوم الجميل ده على الخير اللي تملي أعضاء النادي الأهلي بيبرهنوا دايما في أي وقت إن هم شيء مختلف عن أي حاجة تانية. قول لي كابتن رؤوف، الأنشطة الرياضية بقى طمنا عليها في النادي الأهلي في مختلف فروعه، الجزيرة، الشيخ زايد، مدينة نصر، الأنشطة مستمرة ولا متوقفة علشان خاطر الجمعية العمومية اليوم؟ يعني هو الحقيقة كل التعليمات كانت النهاردة يوم عادي موجود في الأفرع الثلاثة، مفيش ملعب واحد توقف، وإحنا بنتكلم على بعد بعض ياردات في صالة الأمير عبدالله الفيصل وصالة الشهداء، تدريبات شغالة فيها الكرة السلة واليد والطايرة، بالإضافة للكاراتيه بيبتدي كمان نص ساعة، حمام السباحة فوق والغطس برضو شغالين بنفس القوة بتاعتهم. يعني يوم عادي جدا بالنسبة للتدريبات، ومش بس في الجزيرة، ايضا في مدينه نصر وفي الشيخ زايد برضو جميع التدريبات شغاله بطريقه عاديه جدا. واللي انا بقوله ان يعني انا عندي استمرار يعني اتصال بمدينه نصر علشان التفويج اللي بيتم من هناك. يعني البيان اللي جاي لي لغايه دلوقتي 865 واحد اتحركوا بالفعل من مدينه نصر عن طريق الاتوبيسات ووصلوا، وبعض الاتوبيسات ست اتوبيسات وصلوا بالفعل وادلوا باصواتهم ورجعوا. يعني في انسيابيه الحمد لله في المرور، انسيابيه في الدخول حوالين النادي ونزولهم والادلاء بصوتهم ورجوعهم تاني. ده يعني بيشجع الناس كلها ان يعني اليوم زي ما حضرتك شايف الدخول سهل قد ايه، يعني المنفذ بتاع الدخول يعني يكاد يكون يعني مريح جدا جدا، مفيش اي نوع من التكدس ولا اي حاجه. التكدس كان قبل فتح باب اللجنة الساعة 9 الصبح، أنا يعني فوجئت كان منظر يفرح، لأن طبعا ممنوع بأمر القضاء أن أي حد يخش قبل الساعة 9، لكن الصف والطابور كان واصل لغاية البوابة بتاعة مستشفى المعلمين. يعني الطول حوالي ما بين 150-200 متر، صف للسيدات وصف للرجال. يعني أنا دخلت فاطمنت على الجمعية العمومية وعلى أعضاء النادي الأهلي وعيهم اللي بندعوهم. يعني باخد الأمر من البرنامج الشهير بتاعكو بتاع كابتن عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي، ما تخافش على الأهلي. النهاردة أعضاء النادي الأهلي جايين بيقولوا ما تخافش على الأهلي، ولكن بقول للناس اللي قاعدة لا،
تعالوا شاركونا فرحتنا واكتمال الفرح باذن الله. شكرا يا كابتن. شكرا. شكرا. كابتن هاب، يمكن مستمرين داخل الخيمه الانتخابيه او خيمه الجمعيه العموميه، يمكن العدد بيزداد بكثافه، بوابه للدخول، بوابه للخروج، يمكن العدد عدد 3000، يمكن داخلين في حوالي 4000، يمكن الباصات لحد دلوقتي اللي حضر من الباصات حوالي 1000 عضو. بننبه على العضو يا جماعه، اي حد هيجي عن طريق الباصات من مدينه نصر او من الشيخ زايد او من الباص التاكسي النهري في النيل هيرجع فيه، مش هيجي بس ومش هيرجع، لا الباصات زي ما هتجيبك زي ما هترجعك. مستمرين معاك زميلي ايهاب، ولا نعود ليك، اتفضل يا كابتن ايهاب. شكرا زميلي شريف شعبان، تغطيه مميزه جدا بالتواجد في الحدث. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر طبعا مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، الاهلي ما بيقفش لا يتوقف، سله، طايره، كاراتيه، حتى في مقر اهلي الجزيره اللي فيه خيمه التصويت على قانون النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي. اليوم الرياضي مستمر في كل فروعه، اذا كنت موجود في مقرات النادي الاهلي فباصات النادي الاهلي بتنقل اعضاء الجمعيه العموميه كل نص ساعه من والى، واذا كنت موجود في مقر الاهلي بالجزيره وعايز تروح مقرات النادي الاهلي او ترجع من المكان اللي جيت منه هتكون باصات النادي الاهلي برضو موجوده علشان ترجعك كل نص ساعه باص. كلام مهم جدا للكابتن رؤوف عبد القادر بالانسيابيه وبالتواجد، وان يوم طبيعي جدا، يوم ما بتعطلش حاجه على حساب حاجه. واخد الكلمه اللي احنا بدانا بيها هنا من ملك وكتابه والكلمه الشهيره ما تخافش على الاهلي، من واقع المسؤوليه الكبيره لعضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي دايما بيكون موجود زي ما بقول لكم وقت ما النادي بيحتاجه، وقت ما الكيان بيقول له تعالى، عنده مسؤوليه كبيره جدا. اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي عندهم كاريزما الاهلي، كاريزما الفريق، عايز يحقق رقم، عايز يحقق رقم كبير جدا، حقق رقم في انتخابات النادي الاهلي وكان الجمعيه الاكبر بالمشاركه. النهارده كمان موعدنا مع عدد من الارقام، زي ما الفرق وزي ما القطاع الرياضي في النادي الاهلي دايما بيحقق ارقام، النهارده المنظومه متكامله، النهارده عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي عنده تحديات. تحدي اعضاء الجمعيه العموميه النهارده ان يقولوا دستورنا، قانوننا، قانون النادي الاهلي، يقولوا لائحتنا، مستقبل اولادنا، يقولوا بكره احنا اللي جايين ناكد عليه، لان دي لائحتي اللي انا كتبتها قاعده جمعيه عموميه، دي لائحتي اللي انا قعدت اتناقشت فيها مع اعضاء مجلس الاداره، دي اللائحه والقانون اللي اتكلمنا في بند بند، اللي غيرنا مئات البنود، اللي قدمنا 3500 مقترح. تخيلوا معايا 3500 مقترح، مش رغبة بس من مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني الناس اللي بتقول لك تستعجلوا والدنيا بدري خالص خالص، ما واحدة واحدة والدنيا كله ماشي، تطوير الأندية وصول النادي والمقر الرابع للنادي الأهلي وفرقة الكرة نمسك الخشب والألعاب الجماعية، كل حاجة ماشية على تراكها، كل حاجة جاي النهاردة تبص لي على عضو أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، العضو ماشي على التراك لأن هو اللي حاطط طريقه، هو اللي كاتب مستقبله. وادي الصورة دايما اللي بنتكلم عليها في كادر النادي الأهلي، من فضلك صورة، من فضلك طلعني معاك، أنا عايز أقف هنا في لقطة التاريخ، عايزين نقول كلنا احنا شاركنا وكتبنا وجينا وأيدنا اللي احنا اللي قلناه، اللي احنا أعضاء الجمعية العمومية، كل واحد قال اللي هو عايزه. يومك يا أهلي، يوم ما بتكتب اللي عضو جمعيتك عايزه، يوم لما بيدعم عضو الجمعية العمومية النادي، بيدعم الكيان، بيدعم المنظومة، بيقول لك أنا أكتب دستوري، أنا بقدم قانوني.
انا من المشاهد اللي انا شفتها من كبار السن ومن يعني اهالينا الكبار اللي بيجوا على كرسي متحرك، وزي ما بقول لكم في نقاط واكشاك استعلاميه في كل جدران النادي الاهلي بالجزيره، في 4 سيارات جولف كار على كل مداخل النادي الاهلي للتسهيل، في الجراشات المحيطه بالنادي الاهلي كلها مفتوحه مجانا للاعضاء وبمنظمين من خلال النادي للتواجد وتسهيل حركه السير. اول ما هتخش على بوابه النادي الاهلي هتلاقي ولادكم انتوا ولاد اعضاء الجمعيه العموميه شباب وشابات حاطين النيم تاج والاي دي بتاعهم بيقول لك تحت امرك. هتخش من الباب ده، لجنتك مكتوبه على كارنيهك، ترك هتفضل هتخش من الباب ده وهتخرج من الباب ده. لو عندك نشاط رياضي هتتدرب وهتكمل، لو عايز تروح روح بعربيتك او بالباص اللي انت جاي منه من مقرات النادي الاهلي. دايما بقول ان الكادر بيشيل كل عائله الاهلي، ودايما بقول زي ما قالوا اعضاء مجلس الاداره الاستاذ خالد مرتجي والاستاذ خالد الدرندلي، ان عضو الجمعيه العموميه دايما تراهن عليه ودايما هو قد رهانك عليه. وانا بقول دايما ان عضو الجمعيه العموميه عنده المسؤوليه الكامله وشايف الرؤيه الكامله، لان هو شايف مستقبله. مستقبله ما بداش النهارده، مستقبله بدا لما وقع اختياره على المجموعه اللي هتمثله. المجموعه اللي بتمثله قالت له تعالى بقى، تعالى احنا عندنا تحديات. اول تحدي ان احنا من فتره قريبه ما قدرناش نعمل لائحتنا، وتم تطبيق اللائحه الاسترشاديه على النادي الاهلي بين قوسين كده، وهذا لا يليق. طبعا كل الشكر لمجالس الاداره السابقه ومجلس الاداره السابق انه حاول واجتهد، وللاعضاء اللي نزلت وعملت المحاوله، وكل الشكر للمجلس الحالي والاعضاء اللي نازله عشان تاكد على المحاوله وتقول اننا نقدر، اعضاء الجمعيه العموميه يقدروا يغيروا، يقدروا يطبقوا اللائحه اللي هم شايفينها وكتبوها فيها مستقبل النادي الاهلي. يكتبوا 28/9/2018 بدأنا الساعة 9 الصبح، إن شاء الله اليوم هيعدي على ألف خير. الساعة 9 الساعة 7 مساء نقفل باب الخيمة، ينتهي التصويت، إعلان على عدد إن شاء الله غير مسبوق على نادي إرادته هي اللي بتقوده. إرادته هنا إرادة الجمعية العمومية قبل مجلس إدارته، وإدارة مجلس إدارته مع أعضائه، اتفاق الطرفين على مصلحة ناديهم، على تنظيم البيت، لقاءات عملناها مع عدد من الأعضاء اللي لسه بيفتح معانا دلوقتي قناة النادي الأهلي في تغطية مباشرة على مدار اليوم بالكامل. هنكون موجودين معاكم على مدار اليوم بالكامل من خلال عدد كبير من كاميراتنا ومراسلينا اللي موجودين في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان نشوف مع بعض التاريخ، نشوفه بقى ونكتبه. التاريخ ده بنشوفه اهو عشان نكتبه. اكتب في الذاكرة بتاعتك، اكتب كده في ذاكرتك، اكتب في كتابك، اكتب في تليفونك بصورة حلوة ان النهاردة يوم الاهلي، النهاردة يوم المسؤولية، النهاردة يوم التغيير، النهاردة يوم اللائحة، يوم القانون، يوم ما بتنفذ إدارتك وإرادتك وبتقول أنا أستحق اللي أنا عايزه، أستحق التواجد. أعضاء مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب يعني بيرحبوا باللجنة القضائية، المستشار محمد السيد محمد خليفة، المستشار أحمد مجدي أبو العيلة، المستشار أحمد علي حافظ بيومي، المستشار محمد صلاح الدين محمد، المستشار حسام الدين حسين عواض الجزاوي، المستشار أحمد إسماعيل عبد السميع محمد. مشهد رائع جدا من خلال النظام والتواجد
والحديث والملاحظات والأداء. النهاردة في سيمفونية، يعني في كده مقطوعة موسيقية بتعزف من أوركسترا اسمه الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اللي يعني متواجدين في حالة من البهجة بقى. كمان شوفوا الحالة اللي من البهجة، شوفوا الحالة اللي من البهجة اللي موجودة على الهيئة القضائية وأعضاء مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية، والكل بياخد لقطة للتاريخ، الكل بياخد صورة لمستقبل، الكل بياخد وضع وموقف لكتابة بكرة. كلام ممكن نكون بنتكلم كلام كتير جدا، ولكن مهما نتكلم مش هنوفي أعضاء الجمعية العمومية حقهم. هنأكد دايما على مسؤوليتهم، هنأكد دايما على قدرتهم على التواجد والتغيير والتأكيد والتعديل على الصورة الجميلة اللي بتتنقل للعالم كله من داخل مقر النادي الأهلي، اللي عنوانها الأهلي فوق الجميع، اللي عنوانها الأهلي فوق الجميع بأعضائه، بإدارته، بدستوره، بقانونه اللي بيتكتب في 2018 في تاريخه الحديث، في كلمته، في وضع كلنا شايفينه قدامنا مباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مباشر من تواجد الأعضاء، من حب الأعضاء والتفاف الأعضاء حوالين مجلس الإدارة. رسالة حب، رسالة حلوة، رسالة مبتسمة، رسالة فيها جماعية، رسالة شابة من الشباب الموجودين اللي شايفين ان هم بيعملوا حاجة، كله عايز يوثق اللحظة، كله عايز يقول انا موجود، انا بشارك، انا هغير، انا هأكد، انا هحقق رقم النهاردة واقول ان الجمعية العمومية للنادي الأهلي موجودة، عارفة بتعمل ايه، عارفة بتحقق ايه. وعايز اقول ان ده مش التحدي الاول ولا الاخير لعائلة النادي الأهلي اللي كل يوم عندها تحدي جاي من طموحاتها، جاي من احلامها، جاي من مستقبلها، جاي من واقع عايزينه واقع افضل، عن طريق إدارة، عن طريق أعضاء، عن طريق عائلة الأهلي. الفترة اللي جاية دي هتسمعوا كلمة عائلة الأهلي دي كتير جدا، جملة بتتقال على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بكل أطيافها وكل أعضائها وبرواز النادي الأهلي الكبير اللي بيسعى كل أعضائه، المختلف قبل المتفق. لما مجلس إدارة النادي الأهلي قال انزل النهاردة وتعالوا علشان نكتب لايحتنا، قال لك انزل يعني براحتك، انزل بقى، صوت عليها نعم، صوت عليها لا، انزل وتواجد. لكن أنا بقول لكم الجواب بيبان من عنوانه، والعنوان حلو، العنوان حلو بيضحك، العنوان نهارك سعيد، أنت في خيمة تصويت النادي الأهلي، أنت جاي في مسؤولية كبيرة جدا. لكن دايما المسؤولية بتبقى صعبة، بس أنا أول مرة أشوف مسؤولية مبتسمة، أول مرة أشوف مسؤولية فيها كم من الحب الكبير والراحة والسعادة. دايما المسؤولية بتحطك تحت ضغط كده وبتخليك كده يعني تحس إنك أنت مشدود خالص، دي بقى المسؤولية السعيدة. يعني في مسؤولية بتتحملها وبتتقبلها ببالغ السعادة والتقدير، هو ده. غير الكادر، اقلب صفحة أسرة وهات لي أسرة تانية، وشوف كل الأسر متجمعة حوالين مجلس الإدارة، حوالين رمز من رموز الأهلي وعضو من أعضاء الجمعية العمومية قبل ما يبقى رئيس النادي، عنده طموحات وأحلام للأعضاء اللي حواليه. الأعضاء اللي حواليه
بيأكدوا على خطواته ودعمه بالتفافهم حواليه. لما تكون حوالين قرارك أو صانع قرارك بالشكل ده، أعتقد الرسالة بتبقى واضحة، الصورة بتبقى حلوة، الصورة فيها ضحكة، فيها سعادة، فيها أمل للناس كلها. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي موجودين في كل مكان أهو، وزي ما بقول لكم ما بيمنعش أبدا إننا نتناقش، نتكلم، نقول مقترح، نشيد، ننتقد. اعمل اللي انت عايزه من خلال مسؤولياتك اللي انت كتبتها لنفسك، من خلال تواجدك اللي انت تستحقه، من خلال حرصك انك تكون موجود داخل قيمة النادي الاهلي علشان تقول رأيك، علشان توصل رسالتك، علشان تحط عنوان كبير جدا على 8 عمود في صحف بكرة: الاهلي مختلف، الاهلي رقم 1 في جمعيته العمومية، أرقام قياسية للجمعية العمومية. وأنا بادئ معاكم وزميلي هيكملوا معاكم النهاردة باقي اليوم من كواليس وأخبار ولقطات وكادرات. دايما بنتكلم وبننقل الصورة، هي أكبر معبر وهي أكبر دليل. الصورة حلوة، الصورة حلوة، الصورة شفافة جدا، الصورة كاتبة منشتات وعناوين، الصورة باين فيها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارتهم. كله حريص إنه ينجح اليوم النهاردة، كله حريص إنه يكون موجود. وأنت جاي وداخل النادي الأهلي هتلاقي جراشات أو أماكن الباركينج، إذا كان في باركينج الأوبرا أو جراش النيل، كله مفتوح، مفتوح مجانا لاستقبال الأعضاء. وإنت بتتحرك وداخل كده، لو إنت عضو أو نجم زي الكابتن علاء ميهوب أو عضو مجلس إدارة أو عضو جمعية عمومية، هتتحرك بانسيابية تامة. هتعرف لجنتك من خلال شباب وفتيات النادي الأهلي اللي واقفين في كل مربع ومدخل لمقر النادي الأهلي في الجزيرة، بره الباب وجوه الباب. أهالينا الكبار، كبار السن، عربيات وسيارات الجولف كار اللي موجودة على مداخل النادي دي اللي بتساعدكم توصلوا بيسر لمقر الخيمة علشان التصويت. اللقطة هتفضل مكملة النهاردة وهتشوفوها يعني كتير قوي النهاردة، باختلاف الأسرة اللي موجودة فيها، باختلاف الشكل وباختلاف اللون واللبس، لكن بالاتفاق على المضمون. مضمونها واحد، مضمونها ورسالتها واحدة واصلة للجميع. من الآن لآخر هنكون موجودين مع مراسلينا، شبكة مراسلين كبيرة النهاردة موجودة في أهلي الجزيرة مع أعضاء النادي علشان ننقل نبض وحديث أعضاء الجمعية العمومية على تواجدهم. خلينا ناخد من كلام الأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إن كل الأندية أو غالبية الأندية عملوا لوائح، دعوا أعضاء الجمعية العمومية يصوتوا عليها، يعني ياخدوا قرار فيها. لكن زي ما بقول لكم دايما، الاختلاف اللي موجود داخل النادي الأهلي ده اللي خلى مجلس إدارة النادي الأهلي يكون حريص جدا على الإعلان على تفاصيل. قالك الأول مشروع لائحة النظام الأساسي. يعني إيه مشروع؟ أنا بقدم لك الفكرة وهنعرضها على بعض. بالفعل الفكرة اتقدمت، البعض من الأعضاء قالك لا ده في حاجات كتير عايزة تعدل، عايزين مجلس الإدارة براحتنا خالص نعدل ونطور ونغير ونكتب اللي احنا شايفينه كلنا أعضاء قبل مجلس إدارة.
لما يتقدم 3500 مقترح، ولما يتعدل مئات البنود، لصالح مين؟ الإجابة لصالح بكرة، لصالح المستقبل، لصالح ولادنا، لصالح الكيان الكبير، لصالح نادي الأهلي. الصورة حلوة مفيش كلام، الصورة حلوة مفيش كلام، صورة معبرة جدا. الصورة بعد تقريبا ساعتين إلا 15 دقيقة من فتح باب التصويت. مستمرين معاكم، لكن هنطلع تقرير مع الفنانين ونرجع نتواصل في يومك يا أهلي. كنت دعيت وانا غير عضو في النادي الاهلي لمثل هذه المناسبه كنت احضر، ولو دعيت في اي هيئه او مؤسسه اخرى لمناقشه اللائحه الداخليه بتاعتها كنت هحضر، لان ده شيء ايجابي جدا ان اللي هتطبق عليهم اي لائحه يكونوا مشاركين في وضعها. دي تجربة في منتهى الجمال، وأنا بشكر النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي عليها. ما يحدث في النادي الأهلي هو عمل غير مسبوق، وبعتقد أن زي ما الأهلي عودنا دايما أنه دايما هو يبتدي والناس يبقوا وراه. وأنا شايف فكرة أن الجمعية العمومية تبقى هي اللي بتقرر لائحتها اللي هتمشي عليها، مش هي اللي بتقول ايوه ولا لا زي الباقي، لا هي بتقول لا النقطه دي مش عجباني عايز اصلحها، النقطه دي في صالحي، النقطه دي ضدي فانا عايز اغيرها. انا بشوفه شيء رائع بصراحه، ولهذا هو النادي الاهلي. الخطيب ومجلس الاداره مستوعبين ان الاهلي مش ملك اعضاء بس، يعني الأهلي ملك يعني جماهيره العظيمة هي اللي بتشكل القوام الأساسي لهذا الكيان. فلما حتى جاي يعمل اللائحة الأساسية اللي هي المفروض يعني تخص الأعضاء وتحكم العلاقة بين النادي وبين الأعضاء، ما أغفلش إن الأهلي يتجاوز هذا المفهوم، وبناء عليه خدوا القرار ده بان اللائحه تبقى مطروحه للراي العام، وعملوا الموقع الالكتروني علشان تتمكن كل جماهير الاهلي انها تقول رايها، واستعانوا زي ما حضرتك قلت بالشخصيات العامه الى جانب طبعا الهيئه الحاكمه الاساسيه في النادي اللي هي اعضاء الجمعيه العموميه. لازم تكون فخور وانت بتتعامل مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لازم تكون موجود لو طلب منك كواحد من الشخصيات العامة أو الفنانين أو الشعراء أو رموز البلد الكبيرة اللي اسمها مصر، الرمز اللي موجود داخل الرمز النادي الأهلي. لما بيطلب القامات سواء كانوا أعضاؤه أو جماهيره أو محبينه أو القامات الكبيرة جدا، القامات دي اللي موجودة بدعوة كريمة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي قبل مجلس إدارته، علشان يشكلوا الرغبة الكبيرة، عشان يبقى الكلام من الشاعر الكبير جمال بخيت: لو أنا مش عضو جمعية عمومية أو مش عضو نادي هاجي. الفنان الكبير نبيل الحلفاوي قال لك مجلس إدارة النادي الأهلي يعي قيمة نفسه وقيمة ناديه وجمعيته العمومية. الأهلي مستوعب إنه ملك الأعضاء، ملك الجماهير، إن المناقشة رائعة جدا، وإن التواجد بهذا الشكل
حاجة حضارية جدا وطليق. أما الدكتور محمد العدل اللي دايما كده ليه عناوينه الخاصة، واللي أكد على نقطة مهمة جدا وغاية في الأهمية، عضو الجمعية العمومية اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي موجود في خيمة التصويت على قانونه ولايحته، ما بيجيش يقول أو لا أو خلاص، لا لا، ده بيصنع لايحته وبيناقشها وبيتكلم فيها، إن هو ومجلس إدارته في قالب واحد، الاثنين حريصين على ناديهم وحريصين على المشهد اللي احنا شايفينه قدامنا. إنك تصدر هذا المشهد الراقي، مش عايز أقول لكل أندية مصر، كل أندية مصر على عيننا وراسنا، وكل أندية مصر فيها حاجات جميلة جدا، لكن تعالى للاختلاف، تعالى للرؤية، وتعالى لهذا المشهد الحضاري، بجد مشهد يستحق الاهتمام، يستحق التأمل، يستحق المشاهدة، مشهد بيتوثق عشان يكون استكمالا لتاريخ كبير جدا، سواء كان في مواقفه أو في بطولاته أو في سابقه أو في اختلافه. لما تبقى الجمعية العمومية هي اللي بتناقش وبتحضر وبتجهز بشفافية تامة، كل الندوات كانت متصورة ومنقولة، النهاردة التصويت متصور ومنقول، النهاردة كل حاجة موجودة أمام الجميع، كل عضو زي ما أهو شايفين المشهد بشكل كبير جدا، وشايفين التوافد، وشايفين التواجد في اللجان، وشايفين الأعضاء، وشايفين النظام على المدخل، لحظة هدوء، لحظة تركيز، لحظة ترتيب الدخول في مدخل كبير وفي مخرج، زي ما قلت لكم ان الخيمة فيها تجهيزات الأمن والسلامة ووسائل الحماية المدنية والإسعاف اللازم لا قدر الله، وعدد من اللجان، وكلمنا عن لجنة الهيئة القضائية، وشفنا صفحة الكابتن محمود الخطيب معهم، كذلك في سادة ممثلي اللجنة الأولمبية المصرية المتواجدين، السيد الدكتور محمد الدمرداش زكي مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصرية، السيد الأستاذ أحمد محمد أسعد مدير المكتب الفني باللجنة الأولمبية المصرية، السيد الأستاذ أحمد عبد العليم عبد الصمد مكتب الفني باللجنة الأولمبية، السيد الأستاذ أحمد سعيد المكتب الفني باللجنة الأولمبية. طبعا الأعضاء اللي داخلين وزي ما بقول لكم دايما هتشوف أشكال وأنماط وألوان مختلفة، لكن كله في مضمون واحد، كله في مضمون السعي والتأكيد والإعلان على التواجد من أجل النادي الأهلي ومن أجل إنهاء العمل باللائحة الاستشارية مع تمام الساعة 7، وده الموعد اللي فيه هتقفل أبواب خيمة التصويت، علشان إن شاء الله بدون ما أسبق تعلن نهاية العمل باللائحة الاستشارية، وزي ما بقول لكم دايما لها ما لها وعليها ما عليها، أما لائحتي أنا، لائحة عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، اللائحة اللي كتبها هو وعدلها هو وناقشها هو وجي أكد عليها هو، هي دي اللائحة اللي إن شاء الله هتكون مكتوبة، وهي قانون الأهلي. النادي الأهلي مختلف، النادي الأهلي من خلال كمان الريادة اللي هو دايما بيقودها، قرر النادي الأهلي أن يعمل تجربة ديمقراطية جديدة، حاجة جديدة من نوعها في مصر أو في الأندية المصرية، يعني تجربة ما حصلتش في تاريخ الأندية في مصر. احنا خدنا النسخة اللي جهزتها لجنة الأعداد، لما خدناها طبعناها وطبعناها على هذا الكتيب
وقلنا كمان هنا لحضراتكم نسخة للمناقشة. احنا كنا قصدين ده، سايبينها زي ما هي كده نسخة للمناقشة عشان نتكلم كلنا فيها عشان نتناقش فيها. وفعلا عدنا لمدة يمكن شهر إذا ما كانش أكتر شوية، اتناقشنا على مدى الشهر مع الأعضاء وعملنا ورش عمل، واستقبلنا كمان حوالي أكتر من أو تقريبا 3500 اقتراح من السادة الأعضاء ومن ورش العمل ومن حتى يعني الجماهير على بقى التواصل الاجتماعي والكلام ده، يعني الناس برضو كانت بترصد الناس بتتكلم في ايه وبتقول ايه. عشان كده اللائحة اتناقشت بند بند، هو ده الاختلاف. احنا خدنا رأي الناس، خدنا رأي أعضاء الجمعية العمومية في بند بند في اللائحة. وكمان مش هقدر أنكر أبدا ان كمان أعضاء الجمعية العمومية الحقيقة في الحقيقة يعني في مناقشتهم معانا يعني صوتوا تقريبا ضمني بشكل ضمني كده على بند بند. وكمان شكلنا لجنة قانونية من قامات قانونية كبيرة جدا جدا في مصر كلنا بنفتخر بيها ونعتز بيها، ودرسنا كل الاقتراحات اللي جت والآراء اللي جت اللي هي بتزيد عن 3500 اقتراح تقريبا، وشفنا رأي الغالبية. مش بناخد اقتراح خمسة مثلا عايزين حاجة، لا، الغالبية العظمى في الاقتراحات دي. وأي بند أعضاء الجمعية العمومية اعترضت عليه أو حذفت منه أو عدلت فيه تم التعامل مع هذا البند يعني بعد كده الحقيقة. وكمان يعني اتعاملنا معاه طبعا بما يليق أو بما تحتاجه الجمعية العمومية أو من خلال آراء واقتراحات الجمعية العمومية. تجربة ديمقراطية مكانها النادي الأهلي، مكانها مكان السبت، مكانها مكان البداية، مكانها وموعدها مع مجلس إدارة النادي الأهلي بتنفيذ أعضاء الجمعية العمومية. هو لما ممكن تقول إن في لائحة تعمل والعضو هيروح يقول آه أو لأ، هيتحرك هيتصرف. المختلف أو الاختلاف إن في مشروع في لائحة بتتعمل على انها مشروع مش لائحة مجزم بيها او هي دي اللائحة، وفي عضو اتناقش في بند بند. وزي ما قال الكابتن خطيب ان كل بند الاعضاء اتكلموا فيه او اتناقشوا فيه سواء حذف او تعديل علم وينفذ وتم بما يتناسب مع قيمة الجمعية العمومية للنادي الأهلي والنادي الأهلي. دايما موجود العضو بآرائه، ودايما موجودين معاكم مع الأعضاء. أكيد عايزين نروح للنادي مرة تانية ونتابع مراسلينا ونشوف آخر الأجواء. خلوني سريعا أروح لزميلي من جديد أحمد كوان. عليك التحية من جديد أستاذي أستاذ إيهاب الخطيب وكل متابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. أستاذ أنا أكون مع اللواء محمود الفشاوي مدير فرع الشيخ زايد للنادي الأهلي، برحب بك على شاشتك شاشة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الفل شاشة النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي، صباح الفل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صباح الفل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. إحنا في عرس، احنا النهاردة يوم يعني يوم تاريخي في حياة النادي الاهلي. احنا النهاردة موجودين من قبل الساعة 8، الساعة 8 الناس احشاد كتيرة كتيرة من على باب الخيمة منتظرين ساعات بالكامل عشان يضلوا باصواتهم في اللائحة بتاعت النظام الاساسي لائحة النادي الاهلي، عشان ده ضمن برنامج عائلة النادي الاهلي اللي وعد بيه الكابتن الخطيب رئيس النادي. واحنا النهارده زي ما ان شاء الله يوم 28/9 في عرس تاريخي لوضع دستور النادي الاهلي. اكيد عاوز اتكلم معاك على التفاصيل التجهيزات الخاصه لفرع الشيخ زايد، من نقل الباصات، من سهوله الانتقال الى فرع المقر الرئيسي للنادي الاهلي في الجزيره.
هو طبعا النهارده اليوم ده تعدله اليوم ده تعدله حاجات كتير قبل كده. يعني احنا عملنا اجتماعات على مدى الايام الماضيه من ساعه ما ابتدى يحط لائحه النادي الاهلي. عملنا اجتماعات مع السيد المدير التنفيذي للنادي الاهلي. كان النادي الاهلي له نصيب من هذا الدور. النهارده ان شاء الله احنا من امبارح متواجدين في فرع النادي الاهلي فرع الشيخ زايد علشان خدمه اعضاء الجمعيه العموميه. تم تجهيز الفرع باوتوبيسات مجهزه عليها علامات تدل على ان هم دول الاوتوبيسات اللي هيركبوا في النادي من النادي الاهلي. في تيم عمل هناك برئاسه العميد محمد سعيد مرعش ومدير امن النادي هناك ومدير الخدمات علشان ينظموا حركه الانتقال من فرع النادي الشيخ زايد الى مقر النادي بالجزيره. الحاجات دي مجهزه ومعمول حسابها. الاعضاء بيلاقوا راحه تامه لمكان في الاتوبيس اللي بيطلع. بنوفر له سبل الراحه الاداريه البسيطه عشان يقدر يوصل بيسر. عاملين له خط تحرك لغايه ما يوصل للدار الاوبرا. وهناك لو في كبار سن بيتبلغ بيهم ان في قلب الباص عدد 2 كبار سن. بيتم تجهيز عربية الجولف كار ليهم بتاخدهم من على باب النادي توصلهم الى مكان الخيمة ان شاء الله. شكرك. اكيد شيء مهم وشيء عظيم ان شاء الله. شكرك. في عرس النادي الاهلي. اكيد في عرس النادي الاهلي. شكرا ست اللواء. مستمرين معاك استاذ ايهاب الخطيب ويمكن لسه في لقاءات مستمرة. سعدني ان اكون معي نجوم النادي الاهلي. يعني يمكن اعتقد ان في ناس كتير عاوزة تسجل معاك استاذ ايهاب لكن لسه مستمرين. يمكن الكابتن ماهر همام موجود، كابتن علاء ميهوب، كابتن فتحي نصير، رموز النادي الاهلي كلهم من اللاعبين السابقين الممتازين كلهم حاضرين بكل يعني سعاده وبكل فرح عشان يكونوا موجودين معايا. اعتقد كابتن ماهر همام لسه مشغول مع يعني سلامات كتير مع الناس وعاوز اطلع بيه، لكن هو هاجي لك في وقت تاني كابتن ايهاب بلقاءات اخرى. بشكرك، لك الكلمه. اشكرك زميلي احمد كوان. طبعا لقاءات مميزه جدا من كل مراسلينا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. لقاءات مبهجه، لقاءات مبتسمه، لقاءات مش عايز اعرج دايما على كلام المسؤولين الاداريين. طبعا اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الاهلي بزايد، وكلام مقرر في النظام، كلام مفروغ منه بيتعمل للاعضاء، لان ده اللي دايما عضو النادي الاهلي متعود عليه، ان ادارته وناديه نادي بيوفر له كل اموره، بيوفر له راحته، بيوفر له الشكل الادمي المحترم اللي بيليق بعضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. عندي كده حاله من النشوه وحاله من التفاؤل وحاله من حماس كلام يعني زمايلي لما بروح هناك. بروح مقر الخيمه للتصويت على اللائحه، بشوف الاعضاء، بشوف التواجد، بشوف الكلام، بشوف الترتيب، بشوف النظام، بشوف الاعداد اللي داخله. يوم حلو، يوم حلو بجد. كلمه يوم تاريخي كده ما بتتقالش هباء، ما بتتقالش كده في الملأ، بتتقال على موقف. النهارده لما بتيجي تكتب دستورك اللي انت عايزه للنادي الاهلي، وما ادراك ما كلمه النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اكيد دايما بقول لكم ببقى عايز اخد النبض، وابقى عايز اخد الروح، وابقى عايز اخد الحماس. عشان كده هرجع مره ثانيه لزميلي احمد كوان. لك التحية يا زميل العزيز ايهاب الخطيب. مستمرين معاك في كل التغطيات المستمرة داخل خيمة النادي الاهلي. سعيد ان اكون معي نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن ماهر همام. كابتن ماهر برحب بيك على شاشة ابو حميد. ازيك يا ابو حميد حبيبي؟ وحشني. بصبح على ايهاب. صباح الخير ايهاب. صباح النور. يمكن يوم سعيد في تاريخ النادي الاهلي، يوم دستور، والنهارده ابنائه واعضائه بيضعوا دستور بايدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم عالمي بالنسبه للنادي الاهلي. بص يا احمد، من ناحيه النظام وانت داخل كده من بره هتلاقي النظام على اعلى مستوى، وده اقل حاجه بيقدمها مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤولين عن النادي الاهلي في يوم زي ده. بنبني فيه تاريخنا وبنسطر فيه تاريخنا،
وطبعا عضو جمعية العمومية اللي عنده ثقة في نادي، عضو الجمعية العمومية اللي عنده ذكاء ووعي وحس على نادي اللي هو بيحبه. النهاردة الناس بتزحف بشكل كبير جدا، لو تبص بره يا احمد هتلاقي الطريق كله مقفول، فده اذا كان بيدل فبيدل ان في وعي كبير جدا بالنسبه لجمعيه عمومه النادي الاهلي وعضو النادي الاهلي المحترم مجلس اداره. بنحيي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضائه اللي هم من بداوا من اول نجاحهم في بدايه المسيره اتحطت كل عايز اقول لك كل البنود وكل اللائحه اللي اتكلم عليها المجلس الحمد لله رب العالمين ماشيين فيها بمسار يعني تقدر تقول اكتر من امتياز، واوله بالنهارده حالة ورسالة كبيرة وعريضة ومهمة لكل الناس ان النادي الاهلي دايما عنده الريادة. طبعا الريادة واخد بالك متورثة في كل مجالس ادارتنا السابقة، ونهايتهم بقى بكابتن مصر وكابتن العالم العربي وافريقيا كابتن محمود الخطيب واعضائه ابناء النادي المحترمين اللي عندهم باع كبير جدا وخبرة كبيرة جدا في ادارة مؤسسة كبيرة زي مؤسسة النادي الاهلي، فانا بحييهم على هذه الادارة. وبداية من النهاردة زي ما قلت لك يا احمد لايحتك انت بقى لايحة النادي الاهلي اللي احنا طول عمرنا بنضرب المثل بيها، وطول عمرنا كل المؤسسات الرياضية يمكن والمهنية واللي موجودة فيها مصر بتقلد النادي الاهلي في نظامه. فالنهاردة بنقول لمجلس إدارة النادي الأهلي من خلال الساعات الأولى مبروك عليكم لائحتكم الجديدة، مبروك عليكم التنظيم، مبروك عليكم الشكل اللي احنا بنأدي بيه إذا كان إداريا ولا فنيا مع فرقة الكورة اللي النهاردة بتمثل حاجة 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 كبيرة للكرة المصرية بتشرفنا داخل مصر وخارج مصر. فنتمنى إن شاء الله الازدهار بإذن الله لمجلس إدارة النادي الأهلي ولأعضاء النادي الأهلي المحترمين الجمعية العمومية. شكرا كابتن محمد، شكرا. اكيد يعني يمكن رساله مهمه لنجم مصر ونجم النادي الاهلي، يمكن يمكن كابتن فتحي نصير كما ذكرت، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل رموز ولاعبي النادي الاهلي السابقين اللي قدموا خدمات مهمه داخل المستطيل الاخضر مكملين وموجودين. اليك الكلمه زميل عزيز ايهاب الخطيب. شكرا زميلي احمد كوان على المتابعه المميزه من داخل الخيمه طبعا لاجراء التصويت على لائحه وقانون النادي الاهلي. الكل موجود، نجوم النادي الأهلي، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، رموز النادي الكبير، الكل موجود، الكل موجود، الكل بيدعم، الكل بيقول الأهلي فوق الجميع. هنا ومن قدام اول صوره لاول لجنه اداريه بالنادي الاهلي. انزل يوم 28 شارك في كتاب الدستور النادي الاهلي. يوم حق النادي الاهلي عليك. عشان نوصل للاهلي اللي بنحلم بيه انزل يوم 28 وشارك في دستور النادي الاهلي. النادي الاهلي ادانا كتير. لازم ننزل ونساعد النادي الاهلي. انزل شارك يوم 28 سبتمبر. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق الاهلي علينا عشان نحمي حقوق النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا علشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل شارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان ايام بعدينا جايه. انزل شارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان نقدر نحمي حقوق النادي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا علشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا علشان حق الاجيال جايه بعدين. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان نحمي حقوق النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 على اللائحه الجديده للنادي الاهلي حق النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان اجيال بعدينا جايه. انزل وشارك يوم 28 انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان نحمي حقوق النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 لحق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل شارك يوم 28 يوم حق الاهلي علينا عشان عيله الاهلي هي اللي لازم تحط دستور. ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي.
ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي. الأهلي نادى والأعضاء لبوا النداء. شباب النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، انزل وشارك. البداية والنزول والمشاركة من اللحظات الأولى لسطوع شمس اليوم، شمس الدفء النهاردة يوم 28/9/2018، يوم مختلف في تاريخ النادي الأهلي، يوم كتابة دستور وقانون النادي الأهلي بإيد أعضائه، يوم أعضاء النادي الأهلي مع مجلس إدارتهم قالوا اللائحة الاسترشادية شكرا وقتك انتهى. من النهاردة هيكون موجود قانون ودستور النادي الأهلي، ومن خيمة ومقر التصويت على لائحة النادي الأهلي. أروح سريعا لزميلي شريف شعبان. مستمرين معاك زميلي إيهاب، كابتن إيهاب، كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بنرحب بيكم من داخل الخيمة. يوم تاريخي للنادي الأهلي، اصنع تاريخك بإيدك، عضو النادي الأهلي ينزل ويشارك. مجد الأعضاء النادي الأهلي، معي رمز من رموز النادي الأهلي طبعا الكابتن فتحي نصير، تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن إيهاب الخطيب لحضرتك، وحضرتك كنت حريص تكون موجود وتشارك. وخليني أقول لك كابتن إيهاب، يمكن الكابتن فتحي نصير قال على حاجة كويسة جدا، قال لي ان هو احضر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب زمان لما كان لاعب، ودر 1970 ودربه في النادي الاهلي ودربه في منتخب مصر. والمصادفه الجميله جدا ان 28 سبتمبر 1970 كان بدايه الكابتن خطيب مع كوره مع حضرتك، والنهارده 28 سبتمبر ايضا، سبحان الله على الصدف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه بحيي كل الساده المشاهدين وكل اعضاء النادي الاهلي سواء الموجودين او غير الموجودين، وانا واثق ان كل واحد هتجيله فرصه انه هيجي، لازم هيجي ان شاء الله. كابتن ايهاب مس عليه وبصب عليه، وفعلا شرف ان الواحد يجي يشارك في هذه الجمعيه. الجمعيه غير ان انا زي ما حضرتك تفضلت قلت ان محمود الخطيب في 1970 كان في الثانويه الرياضيه وجبته النادي الاهلي، كان في 28 نفس اليوم، بس هنا سبتمبر بس كان جاي لاعب عنده ناشئ في ناشئين النادي الأهلي، والآن أصبح هو رئيس النادي الأهلي بإجماع الجمعية العمومية. فإن شاء الله بإذن الله الجمعية هتكتمل، وتقريبا أنا شايف دلوقتي الأرقام عدت 8000 زي ما سمعت كده، ومن مصادر هنا داخل الخيمة أنا واثق إن كده هيتعدى أرقام كتير. ومش الخطيب كلاعب الكرة، لا، الخطيب كقائد، كموهوب، موهوب في كرة القدم، موهوب في الإدارة، موهوب في القيادة، موهوب في إزاي يجمع مش يفرق، بيحل مش بيربط. مش هتكلم على الخطيب، الخطيب هو وأعماله هتتكلم عن نفسه. نفس القصة يمكن كان كابتن خالد مرتجي وخالد درندلي كانوا ناشئين في النادي الأهلي في الفترة دي برضو قبل كده بعد جيل الخطيب، ودربناهم وأصبحوا أعضاء مجلس إدارة. فكل ده نتاج إن النادي الأهلي له جذور كبيرة جدا 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 في أعماق جمهورية مصر العربية. شاركت يا كابتن؟ الحمد لله خلصت دلوقتي وشاركت. نعم ولا لا؟ أكيد نعم، وبالخط العريض وبالعربي وبالإنجليزي وكل لغات العالم. توفيق يا كابتن، وباذن الله يكون دستور النادي الاهلي اليوم ان شاء الله. باذن الله، وباذن الله الناس اللي جايه، انا شايف كل الطرق اللي حوالين النادي واحنا جايين دلوقتي تقريبا شبه مغلقه، وكل الناس جايه على رجليها، فدي حاجه تفرح ان كل واحد جاي ماشي مش جاي راكب عربيه. شكرا لك، بالتوفيق. كل سنه طيب يا كابتن. كابتن إيهاب، مستمرين معاك من داخل الخيمه الانتخابيه، ومعي مدير المقر الاستاذ خالد مرسي، يطمنا على الكثافات اللي بدات تتوافد بكثره جدا. استاذ خالد، بقول لك اهلا بيك على شاشه قناه الاهلي، وتحياتي للكابتن إيهاب الخطيب لحضرتك. طمنا بقى، الخيمه ما شاء الله مدخل كبير جدا الدخول، مدخل كبير جدا الخروج، الخيمه كبرتوها عن فتره الانتخابات السابقه، مراقبه بالكاميرات، تكييفات، مراوح، بجد شابوه للجهاز التنفيذي للنادي الاهلي.
الحمد لله واهلا بيكم واهلا بالكابتن ايهاب. وزي ما وعدنا الاعضاء الحمد لله بناء على توجيهات مجلس الاداره وتوجيهات السيد المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، نحن اصرينا ان احنا نعمل الوسع ده في الخيمه. زي ما حضراتكم شايفين المدخل احنا عاملينه 7 متر وشويه بدون اي عوائق للعضو، عضو بيجي يا فندم، وعاملين باركينج بره في 3 اماكن عندنا، التحرير والاوبرا ومركز المحافظه وفري يا فندم. ركنت فري، ما احنا كلنا ركننا فري. ويجي العضو ويجي هيلاقي الباص مستنيه يجيبه لغايه باب النادي، وهو مروح نفس الكلام ياخد عربيته بكل ارتياحيه الحمد لله. وزي ما انتم شايفين الاعداد الحمد لله، والساده القضاه بيراقبوا الانتخابات التصويت على اللائحه. وزي ما قلنا وكابتن الخطيب قال وكررها ان عضو النادي الاهلي هو اللي بيحط دستوره، هو اللي بيحط لائحته. الحمد لله الحمد لله، ولسه ان شاء الله في صلاه جمعه نصلي هنا في مكاننا. وزي ما انت شايف انا عندي 136 لجنه ب 136 مقرر قاعد موظف من الجهه الاداريه في مراقبه كامله، المكان متراقب من الكاميرات ان شاء الله بامر الله زي ما احنا تمنينا، وزي ما احنا ان شاء الله راعينا ان يبقى في ارتياحيه كامله للعضو. اعتقد ان العضو بيخش بكل سهوله ويسر، وفعلا زي ما سياده العميد محمد مرجان قال 7 دقائق ممكن تكون بتقل عن 7 دقائق يا فندم. العضو بيخش من بره بيقابلوه الشباب بيقولوا له احنا انت عضوتك انت اللجنه بتاعتك رقم كام، بيخش بكل سهوله ويسر. المكان بتاعه هو مكان واحد، ما بياخدش كارت من مكان وبيحط مكانه، هو بيخش على نفس اللجنه بياخد الكارت بتاعه يقول صوته ايا كان صوته او لا، يحطه في البوكس اللي متحدد، وبيطلع من عندي 3 ابواب للخروج. انا عندي باب دخول 7 متر هنا على يميننا، وفي قدام في مكانين للخروج للطوارئ، وفي مكان رئيسي هنا برضو كبير جدا للخروج. ان شاء الله نتمنى ان اليوم يعدي على خير، والنادي الاهلي يكتب تاريخ جديد، وطول عمر الاهلي بيكتب تاريخ جديد على جميع الانديه، ان يبقى النادي الاهلي اعضائه حطوا دستوره اللي هيقعد ان شاء الله. تشريف قبل التكليف وتكليف بتشريف لعضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي يكون موجود، وكلام مهم جدا. كابتن فتحي نصير واحد من قامات الرياضة المصرية وواحد من قامات ونجوم النادي الأهلي، 28/9/1970 كان موعده مع الكابتن محمود الخطيب انه يجي من الثانوية الرياضية للنادي الأهلي يكون ناشئ في النادي الأهلي. في اليوم ده اختاروا الكابتن فتحي نصير علشان يبدأ مع النادي الأهلي مرحلة النجومية وكتابة التاريخ الرياضي مع النادي الأهلي، وأنه يكون واحد من أساطير النادي الأهلي. بعدها أعضاء الجمعية العمومية بيختاروا الكابتن محمود الخطيب علشان يكون رئيس للنادي الأهلي. النهاردة الكل كابتن محمود ومجلس إدارته ونجوم وأساطير النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية اختاروا 28/9/2018 عشان يكون موعد لقانون ودستور النادي الأهلي. عايز أقف عند الكلمة اللي قالها كابتن فتحي نصير، إذا كان الكابتن محمود الخطيب موهوب ولاعب مميز جدا فهو أيضا إداري متميز جدا، اختار التوقيت واختار يتناقش مع جمعيته العمومية وأعضاء النادي عشان يخرجوا لائحة النادي الأهلي. 136 لجنة، أعداد كتير بتتوافد على النادي الأهلي. وجودك كعضو في الجمعية العمومية للنادي الأهلي علشان تتكلم وتقول للائحة، وجودك في لائحة وقانون النادي الأهلي تشريف قبل التكليف وتكليف قبل التشريف. لازم تكونوا موجودين ولازم تيجي تقرروا فيها اللي انتوا عايزينه. كل الناس كانت بتشارك لان ده عرس ما بيكررش كتير، واحنا حريصين ان احنا نطبق الديمقراطيه في النادي الاهلي. رساله، انزل وشارك في صنع دستور ناديك.
جمعة مباركة عليكم جميعا، بصباح الأمل وصباح الإرادة، صباح الرغبة وصباح الوحدة والتجمع على حب النادي الأهلي من أعضائه كلهم، ما هو عضو مجلس إدارته ورئيس ناديه، هو عضو جمعيته العمومية، وعضو جمعيته العمومية النهاردة بيقعد على كرسي الإدارة وهو بيحط لايحته وقانونه، حط لايحته اللي هتديره بكرة وهتديره بعده، هتدير ابنه وهتدير حفيده، هيختار قراره بنفسه، متواجد من خلال الخيمة، خيمة التصويت اللي موجودة، اللي طبعا فيها سبل الراحة لكل الأعضاء، وأنا بقول أهو حتى لو ما فيهاش سبل الراحة، عدوا الجمعية العمومية للنادي الأهلي رايح رايح، متوجه متوجه، لأن ده جواه هدف، ده جواه هدف عايز يحققه، ده جواه إرادة عايز يعملها، ده جواه طموح شايفه لأولاده وشايفه لنفسه، ده جواه تحدي كبير جدا، بيتحدى نفسه بشكل كبير، بيتحدى أعضاء الجمعيات العمومية الأخرى، بيقول له أنا الأهلي، أنا موجود، ما جاتليش لايحة مضيتها وقعت عليها قلت أو لا، ده أنا قعدت مع اللايحة وتناقشت، وناقشت مجلس الإدارة وعدلت ولغيت وجاي عشان أقر اللايحة. الطوابير بدأت مع بداية يوم جديد، الصف الشيوخ والشباب والسيدات والفتيات، نظام رائع من مداخل مقر الجزيرة، المطلوب 12500 عضو بيقولوا نعم لإقرار قانون النادي الأهلي. البداية في 9 صباحا وفتح مقر التصويت على اللائحة والقانون، والختام هيكون الساعة 7 بغلق طبعا مداخل خيمة التصويت. الرقم اللي أنا قلته لكم 12500 يكونوا موجودين إن شاء الله، إن شاء الله بعد ما خيمة التصويت تقفل هتسمعوا رقم كبير جدا، زي ما دايما بيبقى عندنا يعني رغبة كده كبيرة إننا نشوف فوز وأهداف النادي الأهلي الكتيرة، والفوز مش بنتيجة عادية وتحطيم أرقام. بقول لكم إن عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي بيبحث عن رقم النهاردة، رقم كبير جدا، لكن خلونا نتكلم في رقم الالتزام والتواجد والمشاهدة والدعم والمساندة والصورة الحلوة. خلوني أتكلم في شهور قبل اليوم ده، اليوم ده مش يوم كده وخلاص هنروح يوم 28 هنقول آه هنقول لا، اليوم ده حصل قبله ورش عمل كبيرة جدا من خلالكم أنتم أعضاء النادي، ومن خلال المنتمين، وزي ما قال الكابتن محمود الخطيب الناس والجماهير واللجان الفنية واللجان الثقافية واللجان الدينية وكل اللجان اللي اشتغلت على دستور وقانون النادي الأهلي. هو قانون النادي الأهلي الوحيد اللي بيصنعه عضو الجمعية العمومية، هو قانون النادي الأهلي ولايحته اللي تقدم لها 3500 مقترح، هو قانون ودستور ولايحة النادي الأهلي اللي تم تعديل وشد وإضافة بنود جديدة بناء على رغبة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مستقبلك، مستقبل ابنك، مستقبل حفيدك، في إقرارك للايحتك اللي انت عملتها، اللي انت ناقشتها، اللي انت قعدت مع أعضاء الجمعية العمومية وقعدت مع أعضاء مجلس الإدارة علشان تكتب الأفضل. موعدنا مع الأفضل وموعدنا مع كتابة التاريخ بدأ من 9 صباحا، هينتهي بغلق الباب في 7 مساء، لكن في قناة النادي الأهلي كملين يوم رائع، يوم بنوثق فيه ليوم مختلف في تاريخ النادي الأهلي، يوم إقرار لايحة بيقرها أعضاء النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي بيقولوا كلمتهم، أعضاء النادي الأهلي متواجدين، أعضاء النادي الأهلي وعماله ومجلس إدارته. عايز أوجه تحية من خلال النظام اللي موجود لمجلس إدارة النادي الأهلي لأشرف على هذا اليوم بهذا الشكل، وخاصة أخص طبعا
العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي من خلال مجموعة عمله اللي عاملين يوم مميز جدا، يوم الكل فيه بيشتغل، حتى عضو الجمعية العمومية جاي يشتغل، جاي يأدي حاجة النهاردة، جاي يأدي مسؤولية. لكن دايما بقول لكم المسؤولية هنا مختلفة، لأن المسؤولية هنا بحب كبير جدا جدا، بحب واضح من السعادة اللي بتشوف فيها وجوه أعضاء الجمعية العمومية، بحب الأطفال الصغيرين اللي قاموا يوم أجازتهم وجوم مع أسرهم النادي عشان يتحطوا على بداية الطريق تراك النادي الأهلي. مسؤوليتك قاعده من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، نجوم النادي الأهلي في كل الألعاب سواء كان كرة القدم أو ألعاب أخرى، رموز النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي، الكل النهاردة متفق. اختلفنا في باب الدخول، اختلفنا في وجهة نظرنا، اختلفنا في تعديلنا، لكن اتفقنا كلنا أننا نكون موجودين في خيمة التصويت على لائحة ودستور النادي الأهلي. مش كلام أن أنت اللي حاطط اللائحة، الأول الناس لما شافت كلمة مشروع لائحة استغربوا، قال لك يعني إيه مشروع لائحة؟ يعني أنا حاطط لك مشروع وأنت اللي هتقول، أنت مهندس المشروع، أنت مهندس الصفقة، أنت اللي هتعمل اللي أنت شايفه صح. هنعدل سوا، هنشوف، أعدل واتناقش ولف مقرات النادي مع كل أعضائه علشان نشوف إيه اللي النادي محتاجه، بعدين يتحط في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. الميعاد النهاردة لكتابة الجملة الأخيرة، كتابة الجملة الأخيرة اللي كان فيها اهتمام كبير جدا من كل وسائل الإعلام والمواقع والصحف اللي رصدت اهتمام الجميع، ومحدش أبدا شكك في أعضاء الجمعية العمومية ولا قال إن هل هتكتمل مش هتكتمل، لكن الكل كان دايما متنبئ وشايف وبيقول هيبقى يوم عرس مختلف، هيبقى يوم مختلف جدا، هيبقى يوم في دستور وقانون النادي الأهلي. عندما يكون يوم النادي الأهلي ودستور النادي الأهلي وقانون النادي الأهلي يكون هذا المشهد وهذا العرس الديمقراطي الإداري اللي فيه قوة وإرادة ورغبة من الجمعية العمومية، اللي فيه اختلاف زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، اللي فيه تعاون زي ما قال الأستاذ خالد الدرندلي، اللي فيه احترافية وفيه أرقام جديدة زي ما قال المهندس خالد مرتجي وزي ما قالوا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. وأكيد هرجع بيكم تاني على مقر التصويت على قانون النادي الأهلي مرة أخرى، وزميلي أحمد كوان. تفضل يا أحمد. بشكرك زميل عزيز ايهاب الخطيب، وبشكر كل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. لسه مستمرين معاكم في تغطيه يعني يوم وحفل تكريم ابناء النادي الاهلي لانفسهم واقرار لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي، دستور النادي الاهلي بابنائه. اعتقد ان اليوم مختلف يا دكتوره عزازيان، دور المراه دور مهم ودور عظيم، وشايف انتشار كبير جدا حتى كمان البنات اللزاز اللطاف اللي بيساعدوا الامهات الكبار وذوي القدرات الخاصه، حاله بيعملها النادي الاهلي وانتوا لكم دور فيها بصراحه. الاول زيكم، كويس ان انتوا جايين ومشاركينا اليوم الجميل ده، احنا فرح، كلنا فرح، النادي الاهلي كله فرح بثلاث فروع. الحقيقه النهارده بنقرر مستقبلنا، الثلاث فروع بيقرروا مستقبلهم. الحمد لله، الحمد لله، في زي ما انتم شايفين كده اقبال رائع جدا وايجابيه رائعه جدا جدا فائت التخيل والتصور. المرأة طمنيني بقى، حتى كبار السن وتحت الأربعين والشباب، شايف في تزاحم وتلاحم وانسجام؟ عايز أقول لك حاجة، المرأة كالعادة هي السباقة وهي المتميزة الحقيقة. يعني تعالى بقى نشوف دور المرأة عامل ازاي على اختلاف الأعمار، ستات وبنات وأهالينا الكبار، الستات ما شاء الله يعني مكتسحين الحمد لله. لفت نظرك الصبح شفنا طابور طويل ممتد من بداية الخيمة لحد بداية البوابة اللي ناحية الأوبرا، نفس الصف بتاع السيدات، نفس الصف بتاع الرجال، كلهم مبتسمين، كلهم سعداء، جايين بحب. ده اصرار على الايجابيه، كله عايز يبقى ايجابي، كله عايز يشارك، يقول اه يقول لا، المهم يشارك. اكيد كنت متوقع العدد ده.
طبعا ثقتي كبيره جدا جدا في سيدات الاهلي هوانم الاهلي، والحمد لله يعني اللي احنا شايفينه ده الحمد لله اثبت لنا ده الحمد لله. لهم ايه بقى هوانم الاهلي؟ انتوا رائعين. دايما موجوده معانا. ميرسي قوي، شكرا. ربنا يخليك. يمكن دور المراه دور مهم يا استاذ ياسر، يمكن شايفين كل سيدات وهوانم النادي الاهلي كلهم متواجدين، كلهم سعداء، كلهم فرحانين، كلهم جايين بحب وعقيده للنادي الاهلي. لك الكلمه زميل العزيز ايهاب الخطيب، ولك بكل جديد اول باول. شكرا زميلي احمد كوان. هوانم النادي الاهلي وفتيات النادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي طبعا بيدلون باصواتهن طبعا، ووجود مميز جدا، حماس كبير، حضور عظيم لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. طبعا الصوره دايما بتكون مميزه، والصوره مش بألف عنوان، الصوره بمليون عنوان زي ما الصحف النهارده كتبت على الجمعيه العموميه، ويمكن جريده الاهرام كتبت وقالت اليوم جمعيه عموميه غير عاديه للاهلي، التصويت على لائحه النظام الاساسي الخطيب، ننتظر حضورا تاريخيا لرسم مستقبل النادي، حضور كبير جدا وحضور رائع جدا وحضور بمشهد مميز من خلال نظام وتواجد وتوافد ورغبه واضحه جدا على اعضاء النادي الاهلي لاستكمال مشوار مهم جدا وتوثيق قانون النادي الاهلي. الاخبار جمعيه انقاذ مستقبل الاهلي، الخطيب نسق في وعي الجمعيه العموميه للحضور بكثافه واقرار لائحه النادي. لائحه النادي واقرارها دي اللائحه اللي وضعها عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، واللي ناقشها وغير وعدل بنودها. الاخبار المسائي اليوم المنتظر في القلعه الحمراء، فعلا يوم منتظر في القلعه الحمراء، لائحه النظام الاساسي تنتظر تصويت الاعضاء في الجزيره. عناوين الصحف مميزه ومتابعه للموقف بشكل كبير، وروزا اليوسف دستور الاهلي يضع الجمعية العمومية في اختبار صعب، الجمعية العمومية في أسهل اختباراتها، لأن دايما الأهلي عندما ينادي أعضاء جمعيته يلبي النداء، وأعتقد النداء كان من الإشراقة الأولى والطوابير أمام الخيمة الانتخابية. أيضا من الأهرام، الجمعية العمومية لن تغزل عائلة الأهلي، وده طبعا حوار للأستاذ طارق أنديل بيبعت برسائل للجمعية العمومية، فهي الدرع، هي الدروع الواقية لتاريخه، دايما الدرع الواقي لتاريخه، وحفاظا على حقوق الأرامل والشباب والأطفال ودستور الأهلي. ومن اليوم السابع برضو تصريحات للأستاذ طارق أنديل، اللائحة أولى خطوات بناء استاد الأهلي وفريق الكرة في مرحلة إحلال وتجديد، الأهلي لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة، وأكيد تواجد الأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. من الجمهورية عنوان كلمتين، يومك يا أهلي. يومك يا أهلي هو نفس عنوان الجمهورية وأيضا عنوان المصري اليوم، يومك يا أهلي، مجلس الإدارة بيراهن على الحضور واكتمال الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة. والأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة قال لك دايما بكسب رهاني بالرهان على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. من جريدة المساء اليوم، التصويت على لائحة النظام الأساسي، الخطيب العمومية منحتنا الثقة ولابد أن نكون عند حسن الظن في الواقع، الجميع عند حسن الظن. من جريدة الوفد، الخطيب يطالب الجماهير بعدم الخروج عن النص، اليوم الأهلي ينتظر كلمة العمومية لإقرار اللائحة، الصورة واضحة بشكل جدا.
ومن جريدة الوطن، الأهلي ينتظر أعضائه اليوم اعتماد الدستور الجديد. الكل ينتظر النهاردة اليوم السعيد، الكل ينتظر النهاردة وقفة أعضاء النادي الأهلي، الكل ينتظر إننا نروح لخيمة التصويت عشان نشوف زمايلنا معاهم مين. أروح لزميلي طبعا شريف شعبان من جديد. يا شريف دايما برحب بيك ومعك كلمة. بيك زميلي إيهاب، يومك يا أهلي مستمرين، دستور الأهلي العضو ينزل ويشارك يقول يقول لا، أهم حاجة ينزل يشارك في الحدث التاريخي لدستور النادي الأهلي. معي نجم من نجوم النادي الأهلي قرع الحمراء، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن جوهر نبيل، إعلامي وكابتن، بنقول لك أهلا بيك على الشقات الأهلي. يوم تاريخي بكل المقاييس، بهنيكوا على اليوم الجميل دوت. أهلا بيكوا، طبعا يوم جميل. إحنا دايما بنراهن على عضو جمعية عمومية للنادي الأهلي في انتخابات في دستور النادي الأهلي أو لائحة النادي الأهلي، ودايما عضو جمعيه عموميه بيلبي الندى بغض النظر بيقول لا بينتخب مين. دايما بنشوف الحقيقه مناظر طبيعيه جدا، مناظر جميله، شباب، شيوخ، اولاد صغيرين، كرنفال، ناس قاعده في الجنينه بره تحتفل، بتفطر وبتاكل وتخش بتصوت وترجع. الـ 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 الفلو او الناس اللي موجوده عماله تدخل وتخرج، السهوله نفسها في دخول الناس وخروجها بشكل كبير جدا مسهل على الناس التصويت والحضور، وتحس ان هو الموضوع مش مشاركه لائحه بس، هو لا في فرح، في مهرجان موجود في النادي الاهلي، في كرنفال موجود في النادي الاهلي، وده ميزه النادي الاهلي، ده ميزه عضو جمعيه العموميه للنادي الاهلي. العدد ما شاء الله كبير جدا يا كابتن، يمكن يعني العدد لحد دلوقتي يمكن عدى 5000 وداخلين في 6000، ولسه الساعه 12 الا ثلث و11 ونص و5، يعني الواحد فخور اني شغال في الحدث التاريخي دوت، والعدد الكبير اللي بيتزايد كل شويه بيتزايد. يمكن انت بتكلمني وتقول الكلام ده، الواحد جسمي بيقشعر، لان الواحد فخور اللي هو بينتمي للنادي الاهلي، بينتمي لكيان كبير زي ده. والحقيقه بغض النظر كل واحد بينتمي للكيان بيعمل ايه فيه، سواء صغير او كبير، هو بيشتغل على قد الحته اللي هو فيها وبيشتغل بحب، عشان كده النادي الاهلي بيبقى في حته ثانيه، في مكانه ثانيه بشكل كبير. يمكن لما قلنا ان الحضور هيبقى فوق ال 20 و25 الف واحد، الناس كانت بتتكهن شويه على كلامنا، استحاله وصعب وده مش انتخابات. احنا والموضوع بالنسبه لنا احنا بنقول الناس تنزل، الناس تشارك بغض النظر هي مع اللائحه ولا ضد اللائحه، شارك وخلاص. المهم احنا عاوزين دايما، احنا بنبتغي حتى واحنا بنلعب ان احنا عاوزين المركز الاول في كره اليد، في كره القدم، في اي لعبه بيلعبها النادي الاهلي عاوز فيها يبقى المركز الاول. نفس الكلام عضو جمعيه عموميه، سواء في انتخابات سواء في التصويت على اللائحه، عاوزين نبقى في المركز الاول في مش بس في مصر، لا كمان في الوطن العربي والشرق الاوسط، وده اللي بيحصل وده اللي احنا شايفينه قدامنا. شكرا يا كابتن. بشكرك جدا. شكرا كابتن إيهاب. يمكن ده كان لقاءنا مع عضو مجلس اداره كابتن جوهر نبيل. زي ما قلت لك انا داخل الخيمه الانتخابيه، يمكن الاعداد ما شاء الله بتتوافد، المدخل كبير جدا، مدخل الدخول، الاعداد بتتوافد وخلاص، صلاه الجمعه قربت، العدد داخل يمكن عدى 5000 داخلين في 6000، عدد ممتاز الى الان. باذن الله النهارده بقى في عدد غير مسبوق للنادي الاهلي. انزل شارك، واجب عليك تنزل تشارك، تقول تقول لا، اهم حاجه تنزل تشارك، تصنع دستورك. كابتن إيهاب اتفضل. شكرك شريف. ونمسك الخشب، نمسك الخشب على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. مستوى المسؤوليه اللي عندهم يختلف. كابتن جوهر نبيل قال لك دايما بنكسب الرهان، ولما بنراهن على حضور 20 25 والمطلوب 12 ونص، احنا عارفين الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اللي عضو من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يحس الكلام ده، اللي مشجع او متابع او محب للنادي الاهلي عارف الكلام ده، لان النادي الاهلي لما الفرقه بتطلب الجماهير بتلاقيها، لما الكيان بيطلب اعضائه بيلاقيهم. ده اللي موجود داخل النادي الاهلي، وده اللي موجود داخل يوم مختلف، داخل يوم كبير جدا، داخل يوم هيتكتب في التاريخ بحروف كبيره جدا وحروف مضيئه جدا. دايما انت اللي بتشكل ارادتك، دايما الرهان على اعضاء الجمعيه العموميه رهان مضمون. دي العلاقه التاريخيه اللي موجوده بين الصرح الكبير وبين أبنائه، بين أعضائه. الحضور لمقر النادي الأهلي لأعضاء الجمعية العمومية تشريف وتكليف،
من النادي الأهلي لأعضاء الجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية اللي شايفين إنهم عندهم مسؤولية، ولكن بقول هي مسؤولية السعادة. عائلة النادي الأهلي تضرب المثل من جديد في كل المواقف، تظهر عائلة النادي الأهلي، يظهر التواجد، يظهر الاحترام، تظهر اللقطة الحلوة، تظهر الابتسامة العريضة، تظهر التواجد. 136 لجنة داخل خيمة التصويت على دستور النادي الأهلي، قانون النادي الأهلي. قرر مجلس إدارته برغبة أعضائه أنهم يغيروا الاعتماد على اللائحة الاسترشادية، وأن النادي الأهلي يكون هو اللي بيحكم نفسه، وأن النادي الأهلي هو اللي يكون كلمته من رغبة أعضائه. أعضائه تناقشوا وحددوا المطلوب، اتفقوا هيقدموا إيه، حددوا الميعاد اللي هو النهاردة. جمعتكم مباركة، جمعتكم مباركة وجمعة مباركة علينا جميعا في يوم مختلف. لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، مستقبل النادي الأهلي، بكرة لعضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي اختار التوقيت ده، واختار بدري كده يغير لائحته، يحط اللائحة اللي أعضاء النادي عايزينها. كل تعاون علشان هذا اليوم، اليوم التاريخي، واليوم اللي بدأ من بدري جدا، بدأ بالرغبة من الجميع بالتواجد في مقر النادي الأهلي، بدأ بالحب، بدأ بطوابير كبيرة جدا قبل فتح أبواب خيمة التصويت على قانون النادي الأهلي. بداية من أعضاء النادي الأهلي بمختلف أعمارهم، الكبير قبل الصغير، والصغير في حضن الكبير. ودايما بقول وبكرر، بابتسامة مميزة جدا بتواجد أعضاء مجلس الإدارة، زي ما قال الأستاذ خالد الضندلي أمين الصندوق، ما بنعملش دعاية للائحة، جايين نسهل على الناس. وسط وجود ولادكم وبناتكم، شباب وفتيات النادي الأهلي في كل المداخل لمقر الجزيرة من خلال نقاط استعلامية تستعلم على مكانك ووجودك. الأهلي لحق عليك، وانت ليك حق على الأهلي. حق الأهلي عليك انك تكون موجود، وحقك على الأهلي انه يقعد ويتناقش معاك في لائحة، في قانونك، في دستورك. اتناقشت، اقريت، حذف، وضعت، اعتمدت، توكل على الله. فاصل ونتواصل.